في بحور العيون السود ولا نحن ليالينا للحب اللي ما له حدود ومتعبنا ومش جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم أيها الإخوة بأطيب تحية في لقاء جديد ومتجدد من برنامج أحلى الليالي. الوطن
مرة أخرى أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أحلى الليالي. أيها الإخوة، في حقيقة الأمر احترت كثيرا قبل أن أبدأ معكم هذه الحلقة في أن ألملم الكلمات أو الحروف التي سأقدم بها ضيفنا في برنامج أحلى الليالي هذه الليلة. أعترف أنني فعلا عجزت عن هذا الشيء، لكن بكل بساطة أنا أقدم لكم ضيفنا في برنامج أحلى الليالي لهذه الليلة، وهو للأمانة يستحق الكثير. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نرحب بقيثارة الشرق الفنان الكبير الأستاذ طلال مداح. مساك الله بالخير أبو عبد الله. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير. الحقيقة يعني أنا والإخوة المشاهدين جميعا الذين يتابعونا في برنامج أحلى الليالي سعداء بأن نستضيفك في برنامجنا لهذه الليلة. والحقيقة أنا أسعد، يعني ما أعرف كيف أعبر عن مدى سعادتي في الوقت الحاضر، خصوصا بعد فترة التباعد الطويلة في بيني وبين محطة الجدة بالذات، أو محطات المملكة بمعنى أصح. وأتمنى أنه يكون هذا التقصير يعني يلاقي نوع من التسامح عند الجمهور، يعني يعذرنا في مشاغلنا اللي كنا مشغولين بها فيما سبق. ما دام جيت انتهى كل شيء. احنا من زمان يا حبيبي. مرة أخرى نرحب فيك أبو عبد الله، وطبعا إن شاء الله أنا متفائل والإخوة المشاهدين أيضا متفائلين بأن سنقضي إن شاء الله وقت وممتع في سهرة هذه الليلة إن شاء الله. ربنا يجعل يعني تواجدنا لطيف على المستمعين والمتلقين إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا أعزائي المشاهدين، يسرني وبترحاب بالغ أيضا أن يكون معنا ضيف آخر معنا في برنامج أحلى الليالي، الزميل الأستاذ يحيى مفرح، رئيس القسم الفني في مجلة اليمامة. مساك الله بالخير أبو خالد. يا هلا والله. سعداء أيضا بتواجدك معنا في سهرة هذه الليلة. إحنا نشارككم أيضا الفرحة والسهرة الجميلة هذه الليلة بوجود أستاذنا، أستاذ الجميع، أستاذ الأغنية السعودية الأستاذ طلال مداح. الحقيقة أعزائي المشاهدين، زميلنا يحيى يعني حقيقة لبى الدعوة، مشكور في أنه يكون معنا في الاستوديو على الأقل ليشاركني مع الأستاذ طلال مداح في طرح بعض المواضيع والأسئلة التي أعترف أنها قد تغيب عن ذهني فعلا. تفضل خالد. أنت ما يغيب عنك شيء، لأنه أنت ابن من أبناء الساحة وفي جعبتك الكثير، ومن الناس اللي قدموا جهد ملموس، وخاصة في برامج المنوعات واللي لكم فيها اليد الطولة. إنما يعني هو نبل منك في أنه تمنحني الفرصة للمشاركة في هذه الليلة في برنامج المنوعات الشهير، البرنامج اللي يقدمه التلفزيون السعودي، برنامج أحلى الليالي. حياكم الله جميعا، والحقيقة سعدة بتواجدكم معنا. أبو عبد الله، خليني أبدأ معك بداية وأقول لك ليش أنت كنت غايب عن جمهورك في مثل هذه اللقاءات المباشرة والحية معهم مباشرة. لا، هو في الواقع يعني أيام ما كانوا يعملوا مسارح التلفزيون، طبعا كنا نعملها في هذه الصالة بالذات اللي احنا فيها متواجدين، وبعدها طبعا انشغلنا بحفلات الصيف وحفلات اللي كنا نعملها بالنسبه للدول المجاوره، منها ما هو في مصر، منها ما هو في الشام، منها ما هو في شمال المغرب. فحصل نوع من التباعد، وكمان في نفس الوقت في الفتره هذه كان الغي مسرح التلفزيون، الغي او اجل او ما شابه ذلك. وبطبيعه الحال من حوالي 9 سنوات انا توقفت عن المشاركه في الحفلات، وما عدا طبعا حفلة الجنادية وحفلة أبها وحفلة جدة وحفلة الباحة، هذه الأربع حفلات اللي بعملها سنويا فقط.
وما زالت الى الان متوقف الحفلات بالنسبه للمحطات التلفزيون، يعني كان هنا وان كان في الرياض نفس الشيء يعني. اسمح لي ابو عبد الله، يعني احنا سنجرك معنا انا والاخ يحيى، سنعود بالذاكره الى ايام ماضيه خلت، لن اقول انها بعيده، يعني ما شاء الله انت لا زلت صغير يعني. هذا المهم اني انا اقدر اعود، لانه انا انشغلت في الفتره الاخيره انه يعني ذاكرتي بدات يعني ما هي في مستوى اللي كنت انا متعود عليه. وذاكرة الكبار لا تشيخ ابدا. اذا سمحت لي اخ مزيد، استاذنا طلال مداح هو البوابة الكبيرة اللي انطلقت منها الأغنية السعودية لمعانقة أسماع جمهورنا الكريم في المملكة العربية السعودية وفي منطقة الخليج وفي العالم العربي بشكلها المألوف والمتعارف عليه. بدي أشير إلى نقطة مهمة يعني قبل ما يأخذنا الحديث، يعني أنا بشكر التلفزيون على هذه الخطوة الجريئة اللي قدمها اليوم بتقديم الأستاذ طلال مداح في برنامج وفي حلقة خاصة جدا من خلال أحلى الليالي باهتمام ودعم كبير من المسؤولين وعلى رأسهم معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد الفارسي. نعم أستاذ طلال، ودنا عفوا أبو خالد، يعني أنا آسف للمقاطعة، الأخ المخرج يقول عندنا مادة تتحدث عن هذا الشيء. جميل، دعونا أعزائي المشاهدين نتابع هذه المادة ثم نعود لمواصلة الحديث. روحي وما ملكت يداي فداه، وطن الحبيب وهل أحب سواه. روحي وما ملكت يداي فداه، وطن الحبيب وهل أحب سواه. وطن الذي قد عشت تحت سمائه، وهو الذي قد عشت فوق ثراه. منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله ورضاه. منذ الطفولة قد عشقت ربوعه، إني أحب سهوله ورضاه. وطن الحبيب وطن الحبيب، وما أحب سواه. يقول الفنان طلال مداح: بدأت الهواية لدي باكرا، بدأت وعمري 5 سنوات. استدعيت من مكة إلى الطائف حيث بدأت في تقديم الحفلات المدرسية. دخلت المدرسة الفيصلية الابتدائية، وفي السنوات 5 و6 كنت أقدم الحفلات. سمعني صديق هو عبد الرحمن الخوندلي وأنا أقرأ، فلاحظ أن صوتي جميل فحاول معي لكي أحفظ الأغاني التي كان يحفظها أو يقوم بتلحينها. فقد كان في تلك الفترة يتعلم العزف على آلة العود ويحلم بأن يكون فنانا، لكن والده كان يمنعه من مزاولة هذه المهنة. وقد استفدت في البداية من كبار محترفي الفن في الطائف، وتعلمت منهم حاسة التذوق. كان في مقدمتهم محمد الريس عازف القانون والعود والكمان، وهو معروف كان يعزف على الكمان بأسلوب سامي الشوّر أمير الكمان، كما كان يلقب عربيا لأنه تعلم على سعيد شاوري تلميذ سامي الشوّر. وكان يأتي إلي زميلي الخوندري في الوقت المتوفر لديه، وقد أفادني كثيرا في بداياتي في مسألة العزف على العود والكمان. ومرت الأيام وانتقلنا من مكان لمكان،
ومن بيت لبيت، لكنني لم أمتلك عودا خاصا بي. وبلا احتراف بدأت. أصدقاء والدي احتضنوني كثيرا، وعندما شاهد والدي ذلك اشترى لي عودا من عند ولد الحلواني بخمسمائة ريال، وزعموا أنه عود فريد الأطرش. كنت أحب سماع عبد الوهاب وفريد الأطرش وطارق عبد الحكيم وحسن جاوى، ولما أصبح الفنان محمد الريس معي صار يعلمني، يتعهدني فنيا. وصل الخبر عن هذا الشاب الذي بدأ يغني إلى حسن جاوى في مكة، فذهب إلى محمد الرئيس وقال له: أريد أن أشوف ذلك الفنان الجديد. وعن طريق أحد الزملاء قابلته في منزله، وقد كان لا يستطيع الكلام، فقال له بالإشارة: خليه سمعني. فغنيت أغنية وردك يا زارع الولد، فأخذ ورقة وكتب عليها: هذا الولد سيكون له مستقبل عظيم. وبينما عمري 17 كان حسن جاوى فنانا كبيرا، لكن العجيب أنه لم يسجل أعماله، وما سجل له لم يكن بعلمه. وبدأت أنتشر في الحفلات في الطائف ومكة، أبو عبد الله. ماذا آثار فيك ما سمعنا؟ كثير من الشجن طبعا. إيش تعليقك على ما سمعنا؟ طبعا يعني ذكريات السنين لما تمر على خاطر الإنسان يتذكر فيها شيء مو سهل والله. تتذكر هذه الأشياء يعني؟ الكثير منها طبعا، لأنها فترة بدايات حياتي أو في فترة الصبايا تقريبا. أنت كما سمعنا في التقرير لم تكن تملك عود. لا. كيف حصلت على العود؟ وكيف حملك العود يعني؟ أنا لما دخل لما علمني شو اسمه ده زميلي في الدراسة كان بيعلمني بعوده، فبطبيعة الحال يكون ما عندي عود يعني. والعود الأولاني اللي اشتريناه كان حق الحلواني. ولا اشترى لي اياه الأمير عبد الله بن فيصل الله يذكره بالخير ويشفيه ويرضى عنه. هو أول عود اللي اشترى لي اياه في حياتي. أو في حياتي بمعنى أصح. أيام ما كان هو كمان مقيم في الطائف ذيك الأيام. يعني الطائف هي اللي شهدت البدايات والانطلاق. ايوه كانت بدايتي في الطائف بطبيعة الحال. كان في بساتينها عموما يعني. وكل المناطق اللي هي حواليها. بالنسبة للمثناء، بالنسبة للسيل الصغير، الحوية، وادي شو اسمه ده؟ وج. وج. شو اسمه المنطقة الثانية دي؟ نسيت اسمها والله. يعني في محيط الطائف فيما هو حواليها من قرى يعني. أبو خالد ساعدنا في نبش الماضي. كان الغناء في ذلك في تلك الأيام غناء طبيعي لايف بدون مايكات. ويذكر معي الأستاذ طلال أنهم كانوا يذهبون إلى الجبال ويغنون، فتصل أصداء أصواتهم إلى أواسط مدينة الطائف، وكانوا يغنون بعيدا عن التون الموسيقي. ومن هنا بدأت هذا حصل في حفلة واحدة ممكن تحكينا عنها يا أستاذ طلال؟ إيه، كنا في منطقة، بس ذكرني اسم المنطقة. الردف؟ الردف. كنا في منطقة الردف، في ناس عاملين سهرة يعني، سهران معهم، وقاعد بغني عادي يعني من غير ميكروفونات، لأنه ما كان موجودة ميكروفونات.
فما بين الردف وبين الطائف في مسافة يمكن حوالي كذا كيلو. في ناس كانوا نايمين في الأسطح على طرف وادي وج في أسطح البيوت، تعرف أيام صيف يعني. فسمعوا غنى، نزلوا من بعيد فتتبعوا ألين وصلوا عندنا في الردف، وفهمنا منهم إن هم كانوا في بيوتهم على وادي وج. نعم، وسمعوا الأصوات وجوا عند، يعني كملوا المعازيم الباقين اللي كانوا موجودين يعني. ف يعني ما شاء الله تبارك الله، عبد الله محمد كان مشهور في طبقات الصوت يعني بطريقة ممتازة جدا، كانت تغني في كثير من الأحوال في الحفلات وفي السهرات اللي كانت تقام عن استعمال الميكروفونات يعني. ويمكن كانت كمان فترة شباب، باعتبار الإنسان في بدايات حياته وفي شبابه، وأنا كنت بحاول أقلد عبد الله لأنه هو الحقيقة أستاذ الفعل في الغناء يعني. من الرئيس أخذت يعني عنه مقامات الأنغام وتحولها وأسماءها إنه بالنسبة لعبد الله محمد لا، كيفية الأداء في قوة الأداء أستاذ طبعا. لا، أو في البداية باعتبار في البدايات يعني كان كيفية إنه تؤدي النغمة الفلانية أو النغمة الفلانية كان أيضا الحمد لله حالف التوفيق بعد كده يعني. أستاذ طلال، في أيضا عبد الله المرشد يعتقد في ذيك الفترة كان كعازف من الأسماء يعني المعروف كعازف أو نعم، وكان يشارككم في النشاط الغنائي في الطائف. ولا زال إيه الآن ما شاء الله. نعم، ما كانت تأخذ طابع الرسمية يعني، جلسة عادية جدا يعني. لا ما كانت إلا كان مرت فترة أهل الطائف في الحوالي كانوا يعملوا حفلات أيام فترة الصيف لما بيجي جلالة الملك من الرياض ويصطاف في الطائف، يعملوا له طبعا حفلات استقبال يعني، وفرحة بوجوده وتواجده يعني في الطائف وانتشار تعرف انت فترة وجوده في الطائف تسبب نوع من الرواج في للمنطقة بطبيعة الحال. فكانوا بيعملوا حفلات، كنت أنا من ضمن المشاركين في الحفلات هذه في منطقة معينة يا أما بمعنى أصح في حارة معينة من حواريها الطائف. إيه، والحواري الباقية برضو تسوي حفلات بطبيعة الحال بس بوسائل تانية أو بمطربين تانيين بمعنى أصح. تذكر مين كان يشاركك في هالأشياء في الحفلات؟ كان في طارق عبد الحكيم، كان في حسن جاوة، كان في عبد الله محمد، كان في يعني في مجموعة من قدامنا اللي هم كانوا من قبلي يعني. حسن جاوة وعبد الله محمد وطارق الحكيم يعتبر في المجال قبلي. أبو خالد، بهالمناسبة كان الأستاذ طلال يعتبر أول من بدأ الغناء بشكل لايف في هذه المناسبات، وعنده أغنية اسمها يا صاحب الجلالة يا محقق العدالة، كلمات خالد زارع أستاذ طلال، وأعتقد ألحانك أو عمر كدرس. وكان هو أول من بدأ الغناء في هذه المناسبات كتعبير عن فرحة الأهالي أو الشعب بالضبط بكل تأكيد يعني. وهذه أغنية موثقة موجودة بالإذاعة وبالتلفزيون على ما أعتقد. كان يتبارى طلال في ذيك الأيام، عفوا أستاذ طلال، مع عبد الله محمد. عبد الله محمد كان عملاق فني لا شك إلى جانب الأستاذ طارق عبد الحكيم. لا كنت يعني زي ما تقول نسخة منه، لأنه أنا متعلم كنت أو محفظني. نعم، كل ما كان يحفظه عبد الله الله يرحمه في الفترة هذه، فكنت لما اشترك معاه في حفل الجواز او ما شابه ذلك، هو يغني اغنيه انا اغني اغنيه، هو يغني اغنيتين انا اغني اغنيتين، بس من اغاني من اغاني سلعة من اغاني هو. نعم، ما كان لك شيء خاص لك انت بالذات؟ كنت لسه ما كان لي خاص. وكان يغني طبعا الاستاذ طلال في هذا السياق الغناء المتعارف عليه في ذيك الايام، سواء من فلكلور او اغاني المجموعه كانت تحفظها، وكان الاستاذ طلال ينقل عن هؤلاء
ما يمكن أن يقدمه، سواء في مناسباته الخاصة مع محبيه أو عندما يدعى الأستاذ طلال يقدم هذه الألوان الشعبية أو الفلكلورية المتعارف عليها في المنطقة. هذه الفترة امتدت كثيرا، اعتمد عليها الأستاذ طلال في تكوين الأرضية اللي ينطلق منها لتأكيد موهبته ومقدرته، حتى تجاوزها عندما تشكلت ملامحه الخاصة كفنان له أسلوبه، بعد أن تعرف على لطفي زيني تقريبا. لا، هذا تعرف على لطفي زيني كانت جدا هنا. إيه، وهذه طبعا المرحلة الثانية تعتبر بعد البدايات اللي احنا اتطرقنا لها هنا. هذه كانت الخطوات الأولى، احنا نتكلم عن الخطوات. إيه، الخطوات الأولى من ضمن الحفلات، كنت بعمل حفلات الأمير عبد الرحمن بن سعود، كان يسوي حفلات أحيانا، وكان بيكون متواجد عنده الله يرحمه الله يرفع عنه إذا كان موجود الأستاذ عباس غزاوي. موجود سفيرنا في ألمانيا. في ألمانيا، نعم. أيوه، عباس فايق غزاوي. طبعا هذا من زمان، انا في حصل تباعد فتره سنين من ايام الطائف، انا عمري 60 سنه يا ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحه والعافيه. ف طلب مني ان انزل لجده، هو اللي طلب مني ان انزل لجده عشان اشارك في مسارح الاذاعه. وما كان ذيك الايام بدات مسارح الاذاعه، وكان اول مسرح اشتركت فيه بعد ما تقابلنا المقابله ديك، يمكن بعدها بشهر أو ما شابه ذلك، لما نزلت إلى جدة وكنت أسكن عند خالتي في مكة وأنزل وقت البروفات بس، وعملت الحفلة وبعدين قررت الإقامة يعني في جدة، باعتبار أنه هي أقرب للإذاعة والإذاعة موجودة في جدة، فبين مكة وجدة يعني قلت لا أصبر أن أكون جنب البحر هنا لأن أحب البحر أنا. أخ مزيد، عطفا على ما ذكر الأستاذ طلال مداح حول الأستاذ عباس غزاوي، كان الأستاذ عباس أحد المسؤولين في الإذاعة، وسمع عن هذا الصوت الموجود في الطائف بأنه صوت جيد ومختلف عن الأسماء، وكان أيامها بدأت الإذاعة نشاطها بشكل مكثف، وبدأ يمكن نشاط البرامج الفنية يتطلب تسجيل الكثير من الأعمال الفنية، فذهب الأستاذ عباس وطلب من الأستاذ طلال أنه يجي من الطائف إلى جدة تمهيدا للاشتراك في مسرح الإذاعة. ولذلك هو يرتبط بمعرفة حميمية مع الأستاذ عباس في بداية نشاطه الفني. هذه كان نقطة مهمة، كان له فضل كبير في مسيرة الفنية في بداياتها، يعني هنا في لما كان هو مراقب عام الإذاعة. نعم. ما كان يعني لما جيت الإذاعة ما كان لك أعمال خاصة لك أنت يا سطرة؟ لا، كان في عندي أغنية واحدة اللي هي وردك الزرع الورد، وهي اللي اشتركت بها فعلا في مسرح، وهي اللي فتحت كل ال كانت البدايه فعلا. سمعنا يا ابو عبد الله. هي مسجله عندك؟ هي مسجله نبغى نسمعها طبعا. والورد عاد تغني بالورد احلى شيء يعني، واليوم جاء الورد هو. فعلا يعني رجعت لنا الجمال حقيقة. والورد يا ابو خالد اخوي مزيد، يعني الورد هو رسول محبة بالضبط، وتغني طلال بو في وقت مبكر معناته طلال كان رسول محبة يعني. نعم، وأشاع المحبة. والله
أنا حقيقة ما كنت أدري عن الولد إنه لأنه يعني حاجة جمالية تهدى للأصحاب الأقارب المعارف الأحباب. عموما إنما المعلومة دي اللي أنت قلتها ما كان عندي فكرة عنها. عموما أعزائي المشاهدين يعني أنا جاي من بيئة الطائف، لكن والطائف كلها ورد، مشهور بالورد الطائف، والورد الطائفي ما يحتاج، ما عشان كده كنا بنسوي له دعاية. أعزائي المشاهدين حقيقة يعني شهادة حق يجب أن أقولها أنه زميلي عوض القحطاني يعني طوال الأسبوع الماضي حقيقة عمل مجهود جبار وكبير جدا في أنه يجمع لنا بعض من أعمال الأستاذ طلال مداح. دعونا على الأقل الآن نتابع جزء من هذه الأشياء ثم نعود لمتابعة الحديث. تذكرت ويعات الأخير وقد لمسات ما بين النخيل، أنت في حبك وأنا في حبي، أنت في حبك وأنا في حبي، مشغول وشاغل الله. هذه نقدر نطلق عليها انها المرحلة الثانية في مسيرتك الفنية، ما شاهدنا من اعمال ماضية. نعم. حدثنا عن المرحلة، انت دخلت الاذاعة الان. بعد ما خلصت من الاذاعة، طبعا الاذاعة كانت سبب في بالحفل اللي اشتركت فيه هذا لانتشاري في المملكة. اول كنت يعني معروف في الطائف في منطقة بس معروف في مكة، من أهل جدة شوي اللي يطلعوا يصيفوا، ولا من أهل الرياض كمان اللي يجوا يصيفوا في فترة الصيف في الطائف، كانت يعني منطقة محدودة، لكن الانتشار خفيف بدأ يتوسع يعني. إلا افتكروا حفلات الطائف وأيام سهرات الطائف وأي من الزوار اللي هم من جدة أو من مكة أو من الرياض أو من، لكن
الحفل حق الإذاعة ده كان انتشار على مدار على مستوى المملكة كامل. ف كانت البداية الفعلية يعني زي ما تقول احتراف الفن هي الحفل هذيك. وبعد كده ما عرض علي بعد كده من حفلات في سهرات جدة وفي سهرات مكة أو ولكن لا والله كنت مقل في السهر بالنسبة لمكة. حفلات مثلا الصيف اللي كنت بعملها بالنسبة للشام في لبنان في أيام الاصطياف برضو بعد ما كنا مصطافين يعني مصطاف نحن في جد في طائف سلمى مصطاف في لبنان طبعا ومصطافين الدول الخليج كلهم بيصطافوا في لبنان بطبيعة الحال فكمان كان سبب لانتشار فترة المجموعة هذه من الأغاني اللي سمعنا بعض أجزاء منها في الفترة هذه كمان. أعزائي المشاهدين طبعا يعني هذا أنا ما ودي أني أستأثر بالحديث مع ضيفنا لهذه الليلة. أنا أحب أنه نشرك أعزائي المشاهدين وأنا أعتذر حقيقة عن تأخرنا في يعني أخذ المكالمات. نود أن نذكركم فقط بأرقام الهواتف التي يمكنكم الاتصال بها علينا في الاستوديو. يمكن الأخ الزميل المخرج تظهر على الشاشة. أيوة الهاتف 64-840-25. هناك أيضا خط آخر 64-74-545. وبالنسبة للفاكس على الرقم 64-82-085. ومرحبا بجميع مشاركات الإخوة المشاهدين في هذه الليلة. بداية دعونا يكون معنا الدكتور حسين نجار. مساك الله بالخير أبو محمد. ألو الدكتور حسين. يا ربما هناك إذا نترك إلى أن يستعدون الأخوان بعدها نأخذ مكالمة الدكتور حسين نجار أو مشاركة الدكتور حسين نجار معنا. تتذكر أبو عبد الله من كان يكتب لك في ذيك الفترة أو في تلك الفترة؟ الحقيقة من أوائل من تعاون معايا في كتابة في تقديم الأغاني اللي كنت بقدمها الأستاذ خالد زارع وإبراهيم خفاجي طبعا وبدر بن عبد المحسن سمو الأمير بدر بن عبد المحسن وسمو الأمير محمد العبد الله وعبد الله الفيصل بطبيعة الحال في البدايات. ولو انه بعد كده يعني لغى انتشار الاغاني حقته باعتبار سحبها من السوق يعني. انما في البدايات اول من غنيت له كان من ضمن الاوائل في وتتذكر كيف كان يعني الاتصال بينك وبينهم؟ انا تقدر تعتبر مربيني يعني تربيه يعني. كان دائما يجي عندي في البيت في الايام ما كنت في الطائف يجي يتغدى عندي بس يجيب غداه معاه طبعا. الدكتور حسين نجار. الو يا دكتور. اهلا وسهلا. مساك الله بالخير ابو محمد. الله يمسيكم بالخير جميعا. الله يمسيك بالخير والحقيقه سعداء بسماع صوتك ومشاركتنا في هذه الليله. حقيقه انا اكثر سعاده لانه الفنان في ثالث الشرق طلال مداح يعتبر الحقيقه يعني علم على راس الاغنيه السعوديه. ولا شك انه الحديث عن بداياته يعني مليئه بالتضحيه مليئه بالكفاح مليئه بالموهبه اللي ربنا اعطاه له اياها في حنجرته بصحته وعافيته. نعم. الواقع يعني طلال مداح لا استطيع ان في حقه في هذه اللحظات ولكن اعلم تماما ان الساحه العربيه تدين له بالكثير من المبادرات والكثير من العطاءات التي هي لا تزال وسام على صدره في هذا الوطن الغالي. نعم دكتور. تضيف شيء لما قاله أبو عبد الله عن بداياته؟ هل تذكر هل هناك ذكريات خاصة لك أنت مع أبو عبد الله؟
أنا كل اللي أقدر أقوله، لا أريد أن أستأثر بكل اللحظات المتاحة الآن للمشاهدين، ولكن أود أن أقول أنه بداية طلال المداح كانت فعلا كالذي يحفر تاريخه بأظفره، يعني أمامه لم تكن هناك لوحة من الخشب التي كانت مليئة في الكتاتيب، ولا لوحة بالطباشير، ولكن كان يعني أمامه لوحة صخرية وهو يكتب حروف نجاحه بتصميم وإرادة. ولا شك أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقه في هذه المسيرة، أن عاش مع كوكبة أيضا طيبة من المضحين والذين تشهد لهم الساحة في ذلك الوقت، رغم البدايات التي لم تكن تسجل ولم تكن لدينا الأشرطة الكافية لكي نعطيها للجيل الحالي ليستأنس بها. لذلك كل ما أريد أن أقوله هو أن طلال المداح استطاع خلال مسيرة الطويلة أن يقول للأغنية السعودية أنا هنا، واستطاع أن يترك بصمته بشكل واضح، وأصبح مدرسة لها يعني روادها ولها أسسها، ويمكن إن شاء الله ربنا يطول في عمره لكي نرى له أيضا تألقات جديدة تضاف إلى هذا السجل الكبير المليء بالعطاءات الفنية المتجددة. وربنا يعطيك العافية أبو عبد الله، ويمتعك بقلب طيب ينبض بالحب وبالمشاعر الفياضة تجاه وطنك وتجاه مواطنيك وتجاه مستمعينك على ساحة الوطن العربي. الله يحفظك. شكرا. شكرا يا دكتور على مشاركتك معنا. شكرا. شكرا لكم جميعا. شكرا. تسمح لي اخوي مزيد؟ تفضل. بس بدي اعلق على مدخلة الدكتور حسين النجار الاعلامي المخضرم. الاستاذ طلال المداح عندما بدأ يتعاون مع المؤلفين كان طبعا اشترك مع محمد الفهد العيسى ومحمد طلعت والامير عبد الله الفيصل في البدايات، وبعدين أيضا ضم لهم لطفي زيني وأحمد صادق وخالد زارع، وهذه مرحلة كثير. ولما بدأ نشاطه في الإذاعة السعودية وفي التلفزيون وذهب إلى بيروت تحديدا، هو أول من ذهب إلى خارج الحدود ليغني، وهذا عطفا على ما ذكره الأستاذ حسين نجار. يعني أول فنان سعودي. نعم. نعم هذه حقيقة. فبس حبيت أشير لها يعني. تعليقك على هالنقطة يا بعض. صحيح، يعني باعتبار انه معروف انه لبنان كان في منطقة الاصطياف بالنسبة لكثير من دول الخليج وفترة يعني المملكة العربية السعودية ومناطقها، فبطبيعة الحال بياعين او شركات الاسطوانات اللي كانت تطبع الاسطوانات ديك الايام كانت تحب انه يكون التسجيل في لبنان بالذات مع الفرق الاوركسترات الموجوده في لبنان، ومن متواجدي هناك للتسجيلات تعرفت على حكايه الحفلات دي اللي بتنعمل للمصطافين في فترات الصيف، وبدات اول سنه وثاني سنه وبعد لمده سنوات يعني، وانا دائما اروح اصيف في لبنان من ضمن المصطافين ومن ضمنها يكون عمل في نفس الوقت. نعم. استياف يعني وعمل في نفس الوقت. إلين حصل بيني وبين يعني مصر التعاون في مع الاستاذ احمد حفناوي الله يرحمه في يسامحه، وسافرت اول سفره لمصر، وبعدين سافرت الحفلات كلها بنعملها بمصر. انتقلت من لبنان. من لبنان الى مصر. مره اخرى نرحب بكم اعزائنا المشاهدين، ونواصل الحديث مع إثارة الشرق الاستاذ طلال المداح. ربما يكون هناك اتصال هاتفي. الو. الو. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. بالخير اخوي مجد. مساك الله بالخير. ابي اكلم ابو عبد الله لو سمحت. يا هلا اخوي. عرفنا على اسمك لو سمحت. محمد الزهراني طال عمرك. من وين اخوي محمد؟ الله يسلمك. من وين؟ جدة. جدة. من جدة. تفضل ابو عبد الله يسمعك. الخير ابو عبد الله. يا هلا وسهلا. حياك طول عمرك. الله يخليك. ابي اسال ابو عبد الله عمرك الفني كم هو لو سمحت؟ 40. الفني ها؟ ايه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. اتمنى اسمع اغنية ابو عبد الله مقادير لو سمحت. الله يعطيك العافية. امنية والله. ان شاء الله. حاضرين يا اخوي محمد. ومثل ما قالوا غالي والطلب رخيص. نعم. شكرا يا اخي محمد. ان شاء الله. سمعناها الحين ولا بعد شويه يا بعض؟ يعني ما هي عندكم.
أقول جزء منها. مقادير مقادير يا قلب العنا مقادير 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 يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير يا قلب العنا مقادير وش ذنبي أنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى يعطيك العافية. الله يعافيك. أبو عبد الله في ذاك الوقت كيف كان يتم تسجيل الأغاني والأعمال؟ طبعا هناك يعني أنا ما ودي أربط ما بين الماضي والحاضر، لكن علمنا كيف كانت معاناتكم أنتم كفنانين في تسجيل أعمالكم الفنية. بالنسبة لي أنا أول واحد تعاونت معه في تسجيل الأغاني هو كان أحمد الحفلان الله يرحمه في مصر. كان هو رئيس فرقة وكان مكون فرقة وطلب، وكانت أول أغنية كمان سجلت أغنية لشاعرة كان اسمها سكينة محمد أظن. دفعت تكاليف بطبيعة الحال ودفعت تكاليف السفر وسافرت لمصر أنا ولطفي زيني وتعرفنا على أحمد الحفناوي واتفقنا معاه على التسجيل. كان أيامها ب150 جنيه كل الأغنية من طقطقها السلام عليكم ب150 جنيه. 150 جنيه يعني مبلغ ذاك الوقت يعني. اي طبعا. وسجلت فعلا أغنية وكانت ورجعت أنا ولطفي وسلمناها لصاحبتها دي صاحبة الكلمات. سلمتوا على إيش؟ على اسطوانات ولا على أشرطة؟ لا أشلم أشلم هي تبغى خاصة أغنية خاصة. كان أول تسجيل في مصر وهي الأغنية الخاصة دي. بعد كده طلب مني سمو الأمير محمد العبد الله أني أنا طبعا لما بدأت في لما انتقلت من لبنان إلى مصر صرت أعمل الحفلات الصيفية هناك أني أغني في حفل أغنية له، هذا بعد فترة اعتزالي هنا لاني انا اعتزلت بعد ما ما بين الفترتين بتاعت لبنان وحوالي 5 سنين اعتزلت الفن كومبليت يعني لمده 5 سنين. وهو اللي رجعني محمد العبد الله بعد الاعتزال هذا. رجعك بيه باي اغنيه؟ والله باي اغنيه الحقيقه ما يحضرني الحين لانه 1000 اغنيه شيء افتكر منها يعني. هو وسراج عمر الاثنين اللي يعني اقنعوني بعكس ما كنت انا مستمر فيه يعني ومتواصل بالنسبه لترك المجال الفني. وغنيت حفله النادي الاهلي اللي كانت في جده هنا، وكانت اول حفله والحقيقه اغراني ذيك الايام يعني السبب اللي خلاني ابطل بالاعتزال وهذا.
فعل اعتزلت فترة 5 سنين معناها المسائل صارت معايا يعني. فكانت نجدة منه هذه اللمحة العودة يعني. وطلب مني كمان اني اسوي حفلة في مصر. الحفلة الاولى كانت برضها كمان فشلت للأسف لأسباب خارجة عن نطاق المطلوب يعني. أول حفلة ولها أسبابها اللي خلتني أفشل فيها يعني في المشاركة كمان. فالحفلة الثانية أصر إنه هو يكون متواجد وغنيت أغنية مقادير اللي هي دي اللي سمعناها قبل الأيام ما لحنتها طبعا. وهو كان حاضر في من ضمن الحضور. لما خلصت واتقيت التجاوب من الجمهور اللي كان حاضر الحقيقة أنا وياه أنا حسيت بارتياح ما في شك وهو حس بارتياح برضو لأنه النتيجة كانت طيبة يعني. وبدأت بعد كده الحفلات هذا الصيفية اللي هي سنوية بعد هذا الموقف من الحفلة. أنا قصدي أبو عبد الله يعني في ذاك الوقت كيف كانت على فترة الاعتزال. أنا اعتزلت بعد الخمس سنين دي بعد المشكلة هذه حقت الحفلة الأولى اللي قبل مقادير لأن اللي فشلت فيها يعني. يعني صابتك بالإحباط نوعا ما؟ طبعا إحباط مو نوعا ما نوعا مؤكد إحباط شطيب. طبعا عفوا مزيد بس نبغى أوضح الموضوع هذا. بعد انتقال نشاط الأستاذ إلى مصر شارك في حفلة لصوت العرب وهذه الأغنية اللي يقول إنه هو فشل فيها. هو اجتهد. أنا ضد حكاية الفشل. هو اجتهد كونه لم يوفق هذا شيء طبيعي. هو غنى أغنية من ألحان بليغ حمدي والحقيقة الأغنية دي تلحنت لحنين فهو حفظ لحن وبليغ غير رأيه ولحن الأغنية مرة ثانية وطلب منه إنه هو يؤدي اللحن خلال يومين. فطبعا طلال حفظ اللحن الأساسي وعلى بال ما يرجع يحفظ مرة ثانية ذي بالنسبة له مزعجة اللحن الجديد حصل عند الأستاذ طلال نوع من الإحباط لا أقل ولا أكثر ومن ثم توقف. أنا ضد حكاية الاعتزال لأنه الفنان لا يعتزل أصلا. توقف وعاد بمجموعة مقادير وأغراب ولا تقول ويا صاحبي وزمان الصمت. بعدها عاد أكثر قوة وانطلق مجددا بنشاط أخذ مساحة وجددت نشاط الأغنية السعودية في الشأن العربي. أنا قصدي أبو عبد الله كيف كانت أغانيك تتداول بين الناس في ذلك الوقت الأسطوانات ولا؟ ايوه كانت تطبال الاسطوانات في اليونان. كان في شركات يعني في شركه من دول الخليج في شركه كانت اسمها توزيعات الشرق هي اللي جت معي وتعاقدت معي وكنت اروح معها لبنان في الايام الاولى ده. وكانوا يسووا الاسطوانات. طبعا الاسطوانه فيها اغنيه ما تاخذ الاغنيه اغنيتين او اغنيه طويله على الوجهين. فيعني اغنيتين مقدور عليها يعني طبعا مو زي الحين الشريط ياخذ 12 اغنيه ويقول لك كمان هل من مزيد يعني هي يعني حتى يعني تسجيل الاغنيه كان يتم بوجود جميع الاطراف العازفين والمشاركين في الفتره الاولى. نعم قبل هذا قبل الاستديوهات الجديده والتركات قبل التركات قبل ايام ما كانت تسجيلات على ترك واحد في المسجلات الرغيل. يعني تاخذ الاغنيه من بدايتها لنهايتها مع الجميع مع الاوركسترا طبعا. حتى قبل التواجد في ترابط ما بين المغني وبين العازفين يعني في الفه. انما كله موجود معه. بالنسبه للتركات او في زمن التركات صار العازف يجي لوحده على حسب يعني واحد يكون في عنده صول عود يجي يسوي صول عود ويمشي. ايوه يمشي بدون ما يحتك مع الاخرين نهائي ولا كمان يمكن يعرف ما يعرف مين هم الاخرين اللي كانوا مسجلين. بس هو يؤدي دوره ومسك الورق قدامه يحطه على النوته ويبتدي يسجل ويتكل على الله يقبض المبلغ ويروح. ايوه يعني ثالثا المساله فيها تفكك. طبعا هذا يعني يأثر على 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 جودة الأغنية تتفوق. والله لا هي من ناحية الجودة لا يعني لأنه طبعا هذا المهندس هو اللي بيجمع هذه
المجموعات اللي الترابط اللي بينهم كل واحد على ترك وبعدين يجمعهم فوق الميكس بطريقة الحال. بالنسبة للمتلقي ما بيحس انهم دول ما هم مع بعضهم او ما كانوا مع بعض يجي ياخذ الاغنية جاهزة كاملة. اي بطبيعة. نبغى نشرك الاخوة المشاهدين في طرح الاسئلة على 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 ضيفنا. معنا اتصال هاتفي. الو 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 مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو ممكن اكلم ابو عبد الله؟ عرفنا على اسمك لو سمحت. زهرة عبد الله. زهرة من جدة؟ ايوه. تفضلي يا ابو عبد الله يسمعك. الو مرحبا. يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا. اخبارك؟ الحمد لله. ايوه ممكن اهدي اغنية بالله؟ تفضل. انت تبغى تطلبي اغنية يعني من ابو عبد الله؟ ايه. طيب تفضلي. ولا ممكن يسمعني يا ناعم الود بس يعني. ايش هي؟ يا ناعم الود. يا ناعم العود؟ ايه. هذه مش من اعمال الاستاذ طلال ولا؟ لا هو قدمها. والله ماني حافظها يا بنت الحلال يعني. انت كمان جيت ما جيت تختار الاغاني اللي ماني حافظها يعني. هل لك اغنيه ثانيه تختاري؟ لا ولا تنسي ان لما غنيتها في الحفله كنت حاطه الكلام قدامي صح ولا لا؟ انقطع الاتصال يا ابو عبد الله. هنا الاخ غازي سويد من حائل يقول الفنان الكبير والأستاذ طلال مداح، هل لديك النية في تجديد التحف الفنية القديمة التي قدمتها؟ لا تجديد لا. ليش؟ لأن التجديد بده يكلف، والتكاليف مين اللي يدفعها؟ أنا ما عندي يعني. والأعمال خصوصا أنه في الوقت اللي صارت في تنفيذ الأغاني بيكون غالي يعني. غالي واضح يعني. غالي واضح ما هو بسيط يعني. هو يمكن عشان اجدد ليه؟ طيب ما هو كان كويس في ايام ما قدمته وتقبلوه الناس بشكل طيب. ليش اجي اجدد يعني؟ ما هي يعني انت ضد هذه الفكره تماما يعني. لا اي أيوه، خصوصا كمان الارتباط بالعامل الزمني او الوقت المسبب لاعجابك انت مثلا بعمل. انت بعد 30 سنه ولا 20 سنه ولا لابد انه يعني يصير كمان اعجابك بالعمل ده بشكل جديد ما حيكون بنفس نفس الروح نفس الروح ونفس الوجدان والاحاسيس اللي انت تلقيت بها العمل في المره الاولى يعني. معنا اتصال مع الشاعر ضياء خوجه. الو مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير اخوي ضياء. يا هلا، كيف الحال؟ طيب. الله يبارك فيك، كيف حالك انت؟ والله بخير الله يسلمك. الحقيقه سعداء بسماع صوتك بعد ما قدمت عمل للاستاذ طلال في الشريط الاخير. البوم العطر. اي بالضبط. في الحقيقه في البدايه انا احب يعني اوجه كلمه شكر وتقدير للفنان الكبير طلال مداح اللي هو عالم من اعلام الاغنيه السعوديه. شكر لك يا حبيب الله. الملحن الكبير الاستاذ سراج عمر، وانا اعترف بانهم هم قدموني للجمهور، وهذا يعني بصراحة حاجة تحسب لفنانين الكبار في أنهم يقدموا الوجوه الجديدة يعني. أحب في البداية كمان أهني أبو عبد الله على المشاركة الأخيرة في الجنادرية، مشاركة كانت رائعة جدا بصراحة. وعندي سؤال لأبو عبد الله، معلش أنا ما حاخذ من وقتكم كثير عشان المشاركات الأخرى، أنا عارف في مكالمات كثير حتجيكم. أكيد. أبو عبد الله، سمعنا إحنا الشريط اللي قبل شوية مر على الأغاني القديمة للأستاذ طلال مداح، بصراحة رجعتنا ذي الأغاني الثلاثين لأيام الطفولة قبل 30 سنة أو شيء. السؤال اللي بقوله لأبو عبد الله، إحنا لاحظنا في الآونة الأخيرة أو في السنتين الأخيرة تقريبا تحديدا في حفلاتهم في تنشيط السياحي اللي بتصير في مناطق المملكة، هو والأستاذ الكبير الفنان محمد عبده، إنهم في إعادتهم لبعض الأغاني القديمة إنه نلاحظ تفاعل الجمهور اللي ما سمعها في ذيك الأيام. الجمهور الجيل الشباب، أنا بتكلم على الجيل الشباب اللي في العشرينات أو شيء، بيحسوا كأنهم سمعوها لأول مرة وبيتفاعلوا معها كأنهم سمعوها لأول مرة. فأنا نفسي أسأل أبو عبد الله في اعتقاده وفي رأيه، إيش سبب تفاعل الجمهور مرة أخرى للأغنيات القديمة هذه؟ وعندي طلب من أبو عبد الله معليش، إنه نفسي أسمع لو مذهب من اليوم يمكن تقول يا نفسي إنك سعيدة.
وشكرا على يعني إتاحة الفرصة دي بأنه أشارك مع يعني في مداخلة مع الفنان الكبير طلال مداح. شكرا لك. شكرا أخوي ذيع. الله يعطيك العافية. شكرا على اتصالك. هذا يعني من الأسماء اللي قدمتها في شريطك الجديد العطر. بس بالنسبة لسؤاله هو يقول ليش تعاطف الجمهور مع الأغنية القديمة؟ الأغنية الناجحة الحقيقة في فترة قديمة وحديثة في لها مقومات معينة هي سبب نجاحها في الوقت القديم، ونفس المقومات يمكن هي سبب نجاحها في الوقت الحديث. لأن الجمهور المتلقي القديم هو نفس الجمهور المتلقي الحديث، أو الشباب باعتبار أنه من جيل شباب، يعني البيئة اللي هو عايش فيها الشباب هذول كانوا هي نفس البيئة اللي كانوا عايشين فيها آبائهم، فالترابط الاجتماعي اللي موجود عند آبائهم برضو موجود عند الشباب. يعني الإعجاب بعمل معين يقدم للناس في فترة زمنية أولى هو نفس الإعجاب اللي حيقابله في فترة اللي يتقدم فيها لفئة ثانية من الشباب في أزمنتهم، يعني بحكم أنه فيها الجودة المناسبة اللي تتناسب مع أذواق الموجودين في بيئة العمل الفني اللي تقدم. وهو يتهيألي والله أعلم هو أيضا طلب سماع مقطع أو المذهب من أغنية اليوم يمكن تقولي يا نفسي. أنا رأيي أنه لو كان يسمعها في الشريط أفضل، لأنه أنا من أحفظ الكلام. لو المذهب يا أبو عبد الله اللي جزء يطلع منها. أيوة جزء من المذهب اللي يطلع منك. أنت الحين خليت السهرة دي كلها بالعود، يعني أنكم عدتوني أنه تكون بال يعني الموجودات عندكم ما شاء الله متوفرة. بس ما إذا حضرت اليوم يمكن تقول يا نفسي سعيدة، تشهد على صدق قول دقات قلبي الجديدة. اليوم يمكن تقول يا نفسي سعيدة، تشهد على صدق قول دقات قلبي الجديدة. يعطيك العافية يا أبو عبد الله. بأيام الأغاني زمان الكلام لمين يا أبو عبد الله؟ لوقف زين. الله يرحمه. الله يرحمه. أبو فراس أرسل لنا بث فاكس يا أبو عبد الله، يقول باعتبارك من جيل الرواد في الأغنية العربية عموما، هل ترى أن الأغنية السعودية أخذت مكانها الطبيعي على المستوى العربي ولماذا؟ لا هي يتهيألي أنها تعدت مرحلة مكانها الطبيعي، يعني مكانها الطبيعي كان محدود في البيئة اللي هي كانت متواجدة فيها أو منها اللحن المقصود اللي هو بيتكلم عنه أو اللون الفلكلوري اللي هو كان موجود بالنسبة للسعودية. إنما في الوقت الحاضر مع وجود الإعلام في مناطق العالم العربي ما في شك أنها تعدت مراحلها بكثير من دول الخليج تقريبا الى المحيط الاطلسي، والجمهور المستمع اللي يستمع الى هذا النوعيه من الاعمال او هذه الاعمال الفنيه. ويقول لماذا؟ لماذا؟ لجودتها ما في شك. اولا الشعر، وهذا شيء متعارف عليه عند الزملاء الفنانين ان كان بالنسبه للشام وان كان بالنسبه لمصر وان كان بالنسبه لشمال افريقيا، انه اجود انواع الشعر المغنى هو الشعر السعودي بطبيعة الحال، غير عاد أيام الأدب والأدباء والكتاب والكتاب وما شاء الله أن يكون في المجال ده. هنا واكس فاكس من الأخ عبد اللطيف المحيسن محارب جريدة الجزيرة، يقول ما رأي الفنان طلال مداح في التعاون مع ملحنين شباب لأغانيه الجديدة؟ أنا بتعاون مع ملحنين شباب كثير، ولو اني انا شايف لا ما لي ما اخبر، بس انا التعاون ما في مانع، يعني انه واحد
مثلا هل لازم يكونوا انداد في الاعمال الملحن مع شو اسمه ده مع المغني مع ولا يعني انت ما تفرق يا ابو عبد الله انه العمل هذا جايك من فلان لا او من فلان لا بس المهم انه مين اللي حي في الوقت الحاضر الزمن اللي احنا فيه مين اللي حيصرف عليه ايه؟ اذا الشركه مثلا اذا الشركه هي اللي تكون تتكفل بهذا الامر ايه بس انت تفرض على شركه الانتاج انها لا في واحد يفرض على الشركة اللي هو بيشتغل فيها ما يصير لا يعني قصدي انك تقدم للشركة انا هذه الاعمال عندي اود ان انتجها وفي بعض الحالات بيتساهلوا يعني مش فرض انما نوع من التساهل او نوع من الاقتناع بوجهة نظري انا باعتبار اني مثلا في المجال القديم او ما شابه ما دام انا اخترت اغاني معينة اذا فيها جودة معينة او يعني فيها مقومات معينة مقبولة عند الشركة ما دامت من خلالي أنا انقبلت حكماً ما تحس أبو عبد الله أنها فيها نوع من المخاطرة ما عندك أنا جربت أن أنا أحياناً أنا لحن وأظن أو أقتنع أن هو ذا اللحن أيه. ينجح وفاجئني الوقت بأنه لحن حتى ما بينحس عند المتلقي بيحصل أحياناً وأحياناً بعض الألحان أتوقع أنها فاشلة وما ممكن أنها يعني تأثر والتقي انها مثلا شاعر مزيد بس ابو عبد الله تسمح لي ما تحاطنا ابو عبد الله تسمح لي بدي بس اخ مزيد اعلق على هالنقطه اول شيء طلال مداح ملحن عريق وعبقري وجدير بهال المقدره يعني ولذلك هو ما عنده مانع يعني هو يتعاون مع ملحنين كبار مع ملحنين شباب ومتى ما وجد انه العمل سليم وجيد ما عنده قضيه هذا الكلام اللي قاله ناخذ اتصال هاتفي الو الو هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ممكن نكلم ابو عبد الله يا هلا عرفنا على اسمك لو سمحت علي الشمراني من جده اهلا يا حبيبي ابو عبد الله يسمعك الحقيقه هذه من افضل الليالي التي نشاهد فيها عملاق الفن السعودي اخ علي بس بالله لو سمحت لو توطي على صوت التلفزيون شوي وعندي سؤال لابو عبد الله تفضل لماذا ابو عبد الله مبتعد عن الحفلات الغنائيه والتي محتاج جمهوره لهذه الحفلات والالتقاء به فقد ابدع في الباحه وابدع في ابها وابدع اخيرا في اوبريت الجنادريه والسؤال الثاني للاستاذ يحيى مفرح دريقان هل ترى يا استاذ يحيى ان الاعلام أنصف هذا العملاق وشكرا لكم أنصف هذا العملاق شكرا يا أخي علي على اتصالك أهلا تفضل بعض سؤاله كان يقول ليش أنت مقل في حفلاتك لا ما هي المسألة مو مسألة أربع حفلات في السنة يا أخي كويسة جدا أنت. ولكن سنة معتزل الحفلات من حوالي من 9 سنين تقريبا أو 8 أو 9 أو حاجة زي كده وكمان لا تنسى السن العمر يعني 60 سنة لي في المجال يعني ما اقدر اتحمل انا غلب الحفله والحفله زي ما انت عارف لما بتعملها في مصر او في لازم تكون محيط بس كل شارده وارده فيها وعندك معلومه عن كل شارده وارده في الحفله شيء متعب يعني مو سهل بسيط وانا انسان عندي القلب حاله ما يعلم الا الله خليها على الله بس الله يعطيك الصحه والعافيه علي كان طرح سؤال على ابو خالد هل انصف حتى الصحافه الفنيه الاستاذ طلال مداح والله بالنسبه للانصاف يعني اول شيء استاذ طلال يعني تجاوز التقييم وتجاوز مرحله انه ينصف او لا ينصف يعني لانه هو طلال مداح هو جهاز اعلام لوحده يعني هو قدم نفسه وغزى ذاكره الناس سواء في الداخل او الخارج يعني مسألة تعاطي الشان الإعلامي لطلال مداح كفنان مسألة نسبية يعني تختلف حسب كل مؤسسة وكل جهاز لكن بشكل عام جيد جيد خلنا نسمع رأي أبو عبد الله فيها الموضوع لا هذا سؤال موجه له ما هو لي لا أنت يعني أنا وصلني سؤال من الأخ عاطف القاضي وهو صحفي بجريدة الاقتصادية يقول ما هي علاقتك بالصحافة الفنية وما هي ذكرياتك مع الصحفي الكبير جلال ابو زيد رحمه الله مش معنى اختار من الصحفيين جلال ابو زيد الله يرحمه
جلال صديقك يا أخي. صديقك ارتبط بك فترة طويلة. ما نختلف صحيح. شوف المجال الإعلامي الفن فيه والمسرح فيه وال يعني بمعنى صح المجال الغنائي والمجال التمثيلي والمجال الأدبي والمجال كل هذا بنطوي تحت الإعلام ده تحت مسؤولية الإعلام. وبطبيعة الحال الصحافة يعني هم يعني البحاثة في هذه المسائل في الأدب وفي مجال الفن وفي التمثيليات والمسرحيات والمواضيع اللي بتطرق من خلال الإذاعات في المجالات اللي هي خاصة بإعلام يعني عموما. والصحافة إعلام بطبيعة الحال من ضمن الإعلام بمعنى صح. فما أدري إيش رأيك أنت في كلامي هذا منطقي؟ لا جدا جدا تلخصت الموضوع. بس لخصته أنا بالطريقة بالبلدي يعني ما في شيء. هذا اللي يبغاه يعني يبغى يوصل لل. بدي أشير أستاذ مزيد إلى نقطة مهمة. تقول أستاذ أستاذ طلال تحدث عن الصحافة الفنية بما فيها من مسرح ودراما وكذا. بالمناسبة الأستاذ طلال غزا المسرح وألف مسرحيات وقدمها التلفزيون وأنتج وكتب شعرا ومثل ودخل في السينما برضه. فتصور كل هذه عبقرية يعني ما شاء الله. فلو بس يكلمنا عن هالتجارب. أنت ذكرت على قول قايلين كل ما تعرضت مجال أصحابي فنانين وممثلين فلازم كمان أكتب لهم أنا يعني هم أصحابي إيه؟ وبنقضي أوقات إن كان لطفي زيني وإن كان حسن درديل الله يرحمه وإن كان أصدقاء بنقضي أيامنا مع بعض. وحتى في سفراتنا لما نكون في لبنان أو في مصر تواجدنا مع بعض يخلينا دائما نرتبط ببعض. حتى هم بطلوا في شغلاتهم. كان مثلا الله يرحمه لطفي زيني يشتغل في المواصلات بطل في المواصلات وسوى شركة اسطوانات. يعني كنا مترابطين مع بعض حتى في الصحبة يعني. ليش المانع أننا أكتب لهم يعني؟ هذا بالنسبة للمسرح. للمسرح مثلا. وبالنسبة للمجالات الأخرى اللي ذكرها أبو خالد. لا بس هو يقصد المسرح ودار حواليه يعني. أعزائنا المشاهدين دعونا نتابع هذه. هو فاصل لكن هو مجموعة من بعض الأغاني للفنان الكبير الأستاذ طلال مدح. نتابع. نعتذر عن يعني هي كانت مجموعة كبيرة من الأغاني لكن سنحاول نعرضها بعد قليل. هذا أبو عبد الله الأخ أحمد بن حامد الفضلي من جدة يقول يشكو عدد كثير من الفنانين الشباب من شركات ومؤسسات الإنتاج والتوزيع الفني حيث يقولون أن هذه الشركات تقوم على محاربتهم من خلال إيقاف الأشرطة التي سجلوها عن طريقها وذكر بعدم الاحتكار. الأستاذ طلال مداح هل يعاني من هذه الإشكالية؟ لا لأن أنا متعاقد مع شركة ملتزمة بالالتزاماتها كشركة يعني بالنسبة لوزارة الإعلام وبتجيز ما بتعرضه من إنتاجها ومنتجها. فما فيش يعني ما فيش أسباب اللي تخلي المجال الإنزعاج أو إن كان بالنسبة للشركة وإن كان بالنسبة لي أو بالنسبة للمتلقي يعني من الجمهور أو بالنسبة للإعلام نفسه ك
كمادة يعني بيسمحها وبيفسحها ويجيزها يعني الأمور ماشية في مسار طبيعي جدا. هذه الشركات والمؤسسات أبو عبد الله هل خدمت الأغنية السعودية فعلا؟ طيب هو يقصد بالمؤسسات لأنه في كان الأول مؤسسات يعني كل في أي حفلة جيت أنت سويت عندك حفلة وأجي أنا أغني فيها ثاني يوم بتنزل الأسواق وتنطبع للناس ويبيعها هو أشرطة وما شابه ذلك من غير ما يكون بيني وبين تعاقد ومن غير ما أدري كمان هو مين اللي بيطمع يعني كان الأول كان المسائل في الأول كل واحد يده له مفلوتة يعني المسائل مفلوتة بس الحين صارت لا مقننة وحسب نظام محدد مسار معين ما هذا من رمز بأسماء بشباب سدير عاشقي القيثارة لماذا قلت المقاطع الغنائية لطلال مداح في أوبريت الجنادرية 14 والجنادرية 15 وأنا قلت لهم أنا يعني 60 سنة عمري كبير انت تخلي العمر لاحظ الملحن لك لا ما انا بوضح الحين ايش السبب يعني هم الناس كان انا عارف انه في ناس كثير استغربوا يعني لما بدات نسجل يعني انا واقف في الاستوديو من مثلا من الساعه كذا للساعه كذا على اواخر الكوبليه على اخر كوبليه او الكوبليه كوبليهين الاخيره كنت انا بدا يعني احس بالارهاق ما في الجلد الا كان يكون في الشباب بطبيعه الحال فبدأت أحس بالإرهاق الإرهاق بطبيعة الحال يكون تأثيره كمان مباشر على الحنجرة على الصوت فلاحظ صالح أنه فيه في الأداء يعني ما هو زي ما بدأت بدأ يحس أنه فيه تعب يعني. فطلب محمد أنه يكمل بدال الأجزاء دي اللي هي حصل فيها مني أنا يعني من الإرهاق يعني من الإرهاق طبعا خلاص يعني أنا جهدي خلصته واحد قاعد مثلا 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات ونحن قدام الميكروفون بطبيعة الحال لازم الواحد بيتعب يعني أعزائي المشاهدين كما يقول لي زميل المخرج عدنان بعامر أنه الشريط جاهز نستمع لل ما خبرت الريح يشتيه النوم سيديه ما خبرت الريح يشتيه النوم سيديكم لا تناموا في السماء باقي النجوم سيديكم لا تناموا في السماء باقي النجوم ما دام معايا القمر مالي ومال النجوم مالي ومال السهر مالي ومال النجوم ما دام معايا Yeah, man.
سامرينا وعنسي يا زين طبعك يا مريم. يمنت من الله تبقى معي يا حبيبي. يمنت من الله يجعل حظي ونصيبي. يمنت من الله تبقى معي يا حبيبي. يمنت من الله يجعلك حظ ونصيب. وكأنه رب استجاب من غير ما عمل حساب. وكأنه رب استجاب من غير ما عمل حساب. طلت لقيتك معاك قلت لقيتك معايا. ايش ده؟ يقول فاكر أعزائي المشاهدين. أنا أود يعني حقيقة وصلني يا أبو عبد الله فاكس من الأخ عبد الرحمن درعام من ملهم يقول لماذا تسمعوننا هذه الأشرطة على يعني هذه الأغاني على الشريط وأنتم بقربك يا أخ مزيد على المصدر. فهو شوف زعلان أنت تقول لما نطلب منك أغنية تقول هي موجودة عندكم في الشريط وهذا الأخ عبد الرحمن زعلان يقول إحنا ما نبغى نسمعها على الشريط نبغى نسمعها من أبو عبد الله. بان من الشباب هذا مين؟ لا أعرفه عبد الرحمن بن درعان؟ أيه؟ لا 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 هذا ما هو من الشباب لا واتحادي كمان لا غني له. طيب أنا أحبك لو تكون حاضر خلاص أحبك لو تكون حاضر بالله أحبك لو تكون حاضر هذا الأخ أبو يزيد من مكة بعث بفاكسي يقول أبو عبد الله لماذا اختفت الكلمات الحجازية من الأغنية السعودية رغم نجاحها؟ لا هي مو اختفت بمعنى اختفت يعني ربما يكون في شعراء جدد بس يمكن أكون أنا ما على اتصال بهم يعني بالنسبة للشعراء الأولانيين زي صالح جلال زي خالد زارع زي أحمد صادق زي هذول كان بيني وبينهم تعاونات هم عايشين في الحجاز وكانت اللهجة الحجازية سائدة في ذيك الأيام بس بعدين لما بدأت صارت كمان اللي يسموها دي اللهجة النجدية في السامريات وفي فيما يكتبه الأمير خالد الفيصل من قصائد لمحمد عبده ولي ولبعض الزملاء الفنانين ينتشر وتكبر يعني رقعة المساحة حقت فاهمه بالذات وما في شعر خالد زارع ما هو في الله يرحمه صالح جلال مات وفلان مثلا من الشعراء القدم اللي كنا نتعاون معهم وعايشين معهم وفترة واحدة متواجدين مع بعض كمان برضهم إلا سافر منهم ولا مات منهم رحمة الله عليهم. فمن فين أجيب أنا كلام حجازي؟ أنا ما أعرف أقول شعر. لا بس معقولة يا أبو عبد الله يعني لا تجد في المنطقة كلها ما في واحد شاعر؟ مو أقول إنه إيش دراني أنا؟ يمكن في ألف بدل الشاعر الواحد. إنما أنا إيش دراني؟ إلا إذا كان حصل بيني وبينهم اتصال أو أرسل لي شيء من ما هو بينتجه مثلا. وانا عارف ان الحين حيجيني انتاج كثير ما انزل الله به من سلطان
طيب وانا هذا اللي تبغاه انت؟ لا مو انا ماني خبير شعر عشان الواحد يجيني يسالني رايه ايش. انما في احسن حاجه يتهيالي انه تخلوا العنوان عندكم هنا وانتم من عندكم تدون النصوص صح زي ما كنا نبدا في البدايه زي ما كنا بادئين في البدايات. ابو خالد هو عشان هالموضوع وعبد الله حريص على هالمساله وعنده عمل جديد مع الاستاذ ابراهيم خفاجي ان شاء الله حينفذه قريب. وعنده عمل جديد جاهز. من ابراهيم؟ لا ابراهيم خفاجي في اغنيه. لا ما سجلته لكن ما كان كما يجب. حتتنفذ يعني حتنفذها قريبا يمكن مستقبلا يعني. وعنده عمل مع صالح جلال جاهز تقريبا. هذا عند الشركه ضمن جديده يعني عند الشركه ضمن لسه ما نزل. ناخذ اتصال هاتفي. الو الحين انا بتمرض من السؤال اللي نسأل ليش ما بيحصل تعاون ما تبغى الو بس عندك الشجاعه. الو ناخذ اتصال هذا ابو عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الفنان طلال؟ تفضلي بس عرفيني على اسمك لو سمحتي. ام فهد من جده. تفضلي يا اختي ام فهد. يا هلا وسهلا. اهلا وسهلا. شلونك يا ابو عبد الله؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الله يحفظك. يلا طيب. الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. قيثارة الشرق. الله يخليك. جزيرة. الله يحفظك. طلال مداح. طلال مداح اكبر من اي وصف، اعلى من اي القاب، مثل فنان العرب. ما علينا. بعد نجاح مجموعة العطر مع الامير محمد عبد الله الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن، هل هناك تعاون جديد مع هؤلاء العمالقة؟ شكرا يا أم فهد. وأطلب طلب خاص، أرجو أن تغني ظالم ولكن في القلب لسه هواك. إن شاء الله ضروري تغني الأغنية هذه. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أغني منها لأن أنا حافظ طبعا وأغنية كاملة لأنه مقطع منها يعني. وأما بالنسبة في أغنيتين عندي الأمير محمد العبد الله، في عندي أغنية الأمير بدر. الأمير بدر؟ لا ليه الأمير بدر جات؟ أيوه جاهزة. جاهزة؟ أيوه. طيب ويقول كمان إن حقة الأمير بدر كمان جاهزة، وإن شاء الله في الشريط الجديد يعني حتكون ضمن ما قدم من ألحان جديدة إن شاء الله. وطيب بالنسبة للطلب اللي طلبته ظالم ولاك؟ إن شاء الله. الله. هنا الأخ فهد الشهراني من خميس مشير يقول وجه السؤال إلى الفنان الكبير أستاذ طلال مداح، هل سيظهر لك شريط جديد في الأسواق الأيام المقبلة؟ إذا كان الجواب بنعم فأرجو أن أسمع مقطع من هذا الشريط. هو في الواقع أنا لما أسجل ألحان وترسل للشركة ما بتخيل فيها ايش اللي الاعمال اللي حتنزل فيها، ايش اللي حينزل منها. ففي الحقيقه ربما يكون عندهم طبعا اسجل وارسل لهم الاشرطه. هم بعد كده في اختياراتهم
ينزل الشرطة باختياراتهم، فما عندي فكرة أنا إيش الأغاني اللي هي موجودة اللي اختارون. ما يكون عشان هناك كده ما أقدر أغني لك شيء منها لأني ماني داري هي إيه الحقيقة يعني. ما في بينك وبينهم تنسيق مسبق يا أبو عمرو؟ لا لا ما في. إنما سؤاله يقول هل سينزل شريط؟ والله هو مسجل عندهم مجموعة لسه ما نزلت إلا إن كان هم بدهم يبطلوا عاد الشركة ويبطلوا نزل أغاني. طبعا هذا مو معقول يعني. لا طبيعي. أنت في تخطيطك يا أبو عبد الله يعني أنت تخطط على أنك أنا الحين في تخطيطي اللي هو موجود عندي كلام لسه ما صارت له ألحان، أبتدي ألحنه، بعد ما ألحنه أبتدي أنفذه وأسجله مع فرق موسيقية، وبعد كده أرسل للشركة زي معتاد العمليات العادية اللي كنت بسوي فيها الحكاية دي من زمان من أيام ما بدأت أتعاون معهم. بس أنت في ذهنك أنك مثلا تنفذ شريط أو شريطين في السنة؟ هو دائما شريطين في السنة. ما في هناك رسمية. نية أنه يزيد هذا العدد؟ لا رسمية هي شريطين اللي هي تنزل بأوركستر يعني. وأحيانا تكون جلسات يخش ينزل شريط جلسة اللي هي بالعود يعني هذا اللي يسموها بالعود يعني بالجلسات. جلسات معروفة. وبس هي الحكاية كلها من طقطقة. السلام عليكم على الكايلين. لا يعني هم يمكن طمعان انه يسمعك يعني. والله ما ادري فشعروني ما عندي فكرة حقيقة. هنا المجموعة من الاخوان يعني اكثر من واحد من الزلفي يقول ما هو رأي الأستاذ طلال المداح في الأصوات الشابة الجديدة؟ طبعا ما شاء الله تبارك الله الله يعطيهم الصحة والعافية معظمهم إلا هم معروفين في الساحة الفنية طبعا مؤهلاتهم ما في شك إنها ممتازة جدا وهي اللي سببت لهم الانتشار وقواعدهم الجماهيرية اللي هي بتحب تستمع إلى ما يقدموه من أعمال وتتفاوت الأمور ما بينهم أحيانا في جودة العمل اللي قدموا ده وجودة العمل اللي قدموا ده من حيث الكلمة من حيث اللحن من حيث التسجيل الفرقة الموسيقية يعني عدة عوامل. ولكن يتهيألي أنه كل ما بيقدموه بيوصل إلى مرحلة الجودة الجيدة يعني. هذا أيضا سؤال بس هو ما ذكر اسمه. سؤالي للفنان الكبير أستاذ طلال المداح من الفنان الذي يعجبك وتحب سماع صوته من الجيل الجديد؟ لا أنا أحب أسمع سماع صوته منه هو مش من الجيل الجديد لأن أنا معجب به. فما يعني ما يعجبني واحد يجي يقلده. لا يعني هو قصده من الفنانين الشباب تحب تسمع صوته؟ أحب أسمع عبد المجيد، أحب أسمع راشد الماجد، أحب أسمع محمد عبده. يعني هذه لفة من كذا يعني. معنا الملحن محمد العماري. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيك بالخير يا سيدي. أول شيء نشكرك اللي أنت أتحت لنا الفرصة أن يكون بيننا اليوم الفنان الكبير طلال المداح. يا أخي الشكر لله ثم له هو اللي نعم. وافق اللي إحنا والله سعداء بوجودك يا أبو عبد الله. وأنا أسعد والله يا اليوم أنستنا ويعني من فترة ما شفناك وحنا شفناك اليوم الحمد لله بصحة جيدة وعافية. الحمد لله. الله يزيدك دائما من عافيته وصحتك إن شاء الله. الله يحفظك. طيب أنا سمعتك تتحدث قبل شوية عن موضوع الأغاني القديمة وقلت يعني أنه ما في داعي أنه مثلا أنا سجلتها في ذيك الأيام وهي يعني حقبة تاريخية يجب تحتفظ بها الأغنية. كلامك صحيح لكن أنت عدت بعض الأغاني زي مثلا فات الأواني يا حبيبي من حان طارق عبد الحكيم ووردك زال عور كثير من أغانيك القديمة عدتها وفعلا كأن الأغاني معمولة في هذا الوقت هي ظهر طبعا من سنين طويلة لكنها كأنها معمولة في هذا الوقت. واسمح لي أنا بتكلم معك مو طلال مداح المطرب اللي أسعدنا بصوته، أنا بتكلم معك كطلال مداح الملحن الكبير. والدليل إنه في كثير من الفنانين الآن على الساحة نجحوا بألحانك أولهم عباد الجوهر وفي مطرب قديم لحلته اسمه عبد الله نجار لحلت أنه أغنية من أشهر الأغاني للآن نتذكرها
اسمها يا عسكر فك الإشارة. هذه طبعا حقبة تاريخية، زمان ما كانت الإشارة أوتوماتيكية، كانت زمان باليد. وكانت الأغنية بتحكي عن زمان، يعني الإشارات كان زمان كان العسكر يقف قدام الإشارة ويعني والتقاطعات بيده. نعم معروف. فهذه من أحلى الأغاني اللي ظهر طبعا بالسوق والناس حبوها، وانت عارف كده لدرجة يعني انه هو الاغنية اليتيمة اللي غناها لك عبدالله نجار وما غنى غيرها، ولكن توزعت منها اكثر من 2 مليون اسطوانة، انت تعرف هذا الشيء. وغير كده انه المشاهدين ما يعرفوا مثلا انك انت لحنت لمطرب زي عادل مامون، يعني الحانك وصلت حتى لاصوات غير سعودية. وانا يعني اتمنى عليك بجانب تسعدنا بصوتك، اتمنى عليك كمان انك توزع الحانك على كثير من المطربين الموجودين هنا، سواء كانت القديمه او الجديده. يعني انت اخي محمد، واتمنى دقيقه قبل ما ترد علي ابغاك تسمعني اغنيه انا في درب المدينه لو سمحت. نسيت لحنها يا اخي والله العظيم. الزمنيه انت تعرف قديش كانوا الناس حبوها وقديش كانوا بيسمعوها، لان هذه من اوائل الاغاني في فتره اول ما سكنت في جده هنا، ومن احلاها. ما يعرفوا الناس كمان انك انت لحنت للاطفال صح؟ ايام ما كنت في شارع المينا. التسجيل موجود في مكتبة الاذاعه. والله محتمل لك كل حاب ندرس تاريخك حتى وانت ما انت معانا. ما اقول لك انا ناس الحقيقه في كثير من الاعمال اللي اكون عملتها من قبل وسجلت ونفذت او انها وديعت، لكني والله ناسيها مع المده الزمنيه. يا سيدي على كل حال نتمنى لك الصحة والعافية. الله يحفظك. أنك دائما تسعدنا بصوتك وبلحانك. شكرا. أهلا وسهلا فيك، وأشكر برنامج أحلى الليالي اللي اليوم يعني أتحنا الفرصة أن نشوفك ونسلم عليك أول شيء عبر الأثير. الله، وإن شاء الله دائما نشوفك بإذن الله. وأنت بخير. شكرا يا أخي محمد على اتصالك. وهل لازلت مصر عند طلبك ولا تتنازل عنه؟ الظاهر انه يتنازل عنه في الطلب على درب المدينه والاغنيه اللي طلبها منك. والله ما ناسيها والله. صحيح لان من زمان جدا، وكمان ما غنيتها في حفلات، ما يعني ما كنت يعني ما وثقت. ما لا مو ما وثقت، ما كنت اتغنى بها في حفلات او في جلسات او في ما شابه ذلك، فما كررت شعرها كثير عشان احفظه. عموما اعزائي المشاهدين، كما يقول الاخوان في غرفه المراقبه، وقت نشرة الأخبار أو نشرة الأخبار الثالثة والأخيرة قربت أو قرب وقتها. ننتقل بكم الآن إلى استوديوهاتنا في الرياض لتقديم نشرة الأخبار، ومن ثم نعود لمتابعة الفنان الكبير أستاذ طلال المداح وكذلك زميل الإعلامي يحيى مفرح. مرة أخرى نعود لحوارنا مع الأستاذ طلال. الحقيقة أنا أحب أبدأ يعني أستاذ طلال بهذا الفاكس، وأنا الفاكس هذا توقفت عنده كثير، يعني يمكن ما جاء لي مجال أني أطرحه أو أطرح هذا التساؤل في بداية البرنامج، ولكن بعد فترة التوقف هذه رجعت للفاكس، وهو من الأخ فهد النعيم من الرياض. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسم برنامجكم أحلى الليالي، وأنا أذكر أغنية قديمة جميلة جدا للأستاذ طلال مداح بهذا الاسم، أنا أحب أسمعها من الأستاذ طلال. تتذكر هذه الأغنية طبعا أبو عبد الله؟ إذا لاح الجمال وضعت كفي، إذا لاح الجمال وضعت كفي على قلبي مخافة أن يذوب. رحمت قلوب من عشقوا جميعا، ومن عرف الهوى، ومن عرف الهوى، ومن عرف الهوى، رحمت القلوب
احلى الليالي ترى ليله الجمعه مذكوره يعطيك العافية. يعني في هذه الأغنية أبو عبد الله فعلا أنت كنت كريم معنا ويعني وعطيتنا مساحة أكبر على الأقل استمتعنا فيها. الله يحفظك. لأنه ليلة من أحلى الليالي. فعلا هي من أحلى الليالي، واسم البرنامج أحلى الليالي هو اللي يمكن خلاها تمسك مع الأخ فهد النعيم. ما أدري إذا كان هناك اتصالات هاتفية، الإخوان كانوا يتشكون أنه ما أعطينا الإخوان المشاهدين الفرصة. احنا بنحاول في هالفترة هذه على الاقل نرضي الكثير من الاخوة المشاهدين وناخذ اكبر عدد من الاسئلة. الو 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 الاخ ماجد. الو مرحبا. الو هلا مساك الله بالخير. عليكم. نتعرف عليك لو سمحت. اقول يا اخ ماجد. تفضل حبيبي. سعيد احمد الغامدي معاك، ابغى اكلم ابو عبد الله لو سمحت. سعيد الغامدي من جدة؟ من جدة نعم. تفضل اخوي. اخو محيميد، كل اخو محيميد. تفضل استاذ طلال يسمعك. مع يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا ابو عبد الله؟ يا هلا الله خليك. عرفت سعيد اخو محيميد؟ ولو. كيف حالك يا سعيد؟ كيف حالك يا اخوي؟ الحمد لله والله. عساك طيب. نحمد الله ونشكره. كيف حالك يا اخوي؟ يا الحمد لله نحمد الله. يا اخوي ابغى، وعدتني في ابها ولا جيتني. والله هو لسه ما جاء موعد ابها، يعني انما ان شاء الله يعني في موعد ابها طبعا لازم نمر عليكم يعني. يا اخوي احنا في جدة وحبينا نتقابل معاك. ما قلت لي يا اخوي انك صوتك ويعني صوتك هذا عجبنا جدا. الله يخليك. وتعرف ان ودنا نقابلك باي وسيله كانت. كيف؟ اهلا وسهلا يا اخوي. بس يعني نشكر البرنامج هذا الذي يتحلنا الفرصه لمقابلتك، لان عرفت لك والله اي سنه ومشكورين كلهم على البرنامج هذا والمقدمه هذه. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا يا اخ سعيد. الحقيقة كما قلت في بداية البرنامج، يعني لا توجهوا الشكر لنا، وجهوا الشكر لأبو عبد الله هو اللي قبل أن يكون معنا ضيف البرنامج يعني. والله ولا لا. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله يا حبيبي. شكرا أخ سعيد على اتصالك. هذا فاكس وصلنا من الفنان حسين عمر، وهو واحد من الأصوات الشابة الموجودة. يقول: كم أنا سعيد بمشاهدة برنامجكم وبوجود أستاذنا الكبير والقدير الفنان طلال المداح، والذي يعد مدرسة للفن السعودي، تأثرت بها وتعلمت منها الشيء الكثير. سؤالي: هناك أغنية قدمها الأستاذ طلال وهي من ألحان الموسيقار الراحل محمد الموجي، وهي ضايع في المحبة. متى نسمع هذه الأغنية بتوزيع جديد؟ وكذلك هناك أغنية أذكر مطلعها، قلت: ذا برق تكاشف ثم ناض، وثر هذا نور خدك والجبين، عتم بشعرك على صافي البياض، لجل نور الشمس للعالم تبين. متى نسمع هذه الأعمال الرائعة بتوزيع جديد؟ وتقبلوا الشكر والتقدير، الفنان حسين عمر.
هو في الحقيقة بالنسبة للأولى منهم اللي هي أغنية محمد الموجي الله يرحمه في اللي يسامحه، أنا سجلتها بالعود إنما يعني جلسة بأسلوب جلسة وأرسلتها للشركة بس إنما ما حصل إن هي نزلتها بالفترة اللي فاتت، احتمال إنه هي تنزلها فترة من الفترات اللي هي بتختارها طبعا، وأسأل الله إنه يكون يعني أكون أديتها بما يليق بها، ولو إنه جلسة ما قد حصل إنه مثلا أغاني كبار والحان كبار من النوعية حقت محمد الموجي إنها تنعمل في جلسات يعني. بس هو غامرت أنا هذه المغامرة، وزي ما سويت في أغنية زي محمد عبد الوهاب في والدكتور محمد عبد الوهاب في أغنية ماذا أقوله، وتهيالي إنها نزلت هذه، حتنزل كمان أغنية محمد الموجي إن شاء الله قريب إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو 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 مرحبا، مساء الخير. أهلا مساء الخير، محمد عابس من الرياض. الزميل محمد عابس من إذاعة الرياض. نعم، حياك الله أخوي محمد. مساء الخير لطلال والأخ يحيى ولك يا مزيد. حياك الله أخوي محمد، وحقيقة سعداء بسمع صوتك ومشاركتك معنا. أهلا يا أبو عبد الله. يا أهلا بيك. أقول طلال مداح هو صوت الأرض وتولة العبر الفواحة وسحر الشرق الدافئ الحنون. الله ذلك، فليس هناك لغة يمكن أن تصف هذه السيمفونية البشرية التي لا تعترف بعنصري الزمان والمكان، لأنها كونية فقط وتحتاج لا شك إلى معاهد وكليات لتدريسها واستيعابها. وفي الواقع طلال أبو عبد الله أسعدني كثيرا في عيد الفطر المبارك بالتحاور معه في برنامج سهرة معه الذي أذيع يوم العيد طبعا، وأتساءل ولا أسأل طبعا وأقول كثرة الأسماء التي تريد عمل بعض المؤلفات عن حياتكم الفنية، هذا سؤال لطلال طبعا، ولا مانع من تدخل يحيى في الموضوع لأن له علاقة من قريب أو من بعيد حسب ما يرى ذلك. فأقول عن كثرة الأسماء التي تريد عمل بعض المؤلفات عن حياتكم الفنية، نظرا لأن هذا الموضوع يحتاج إلى لغة راقية وقدرة تاريخية مميزة وإحساس نقدي رفيع المستوى، فهل سيكون لطلال مداح دور معين في اختيار من يجيد التعامل مع كل ذلك بعيدا عن الأهداف التجارية البحتة التي ربما قد تسيء إلى تجربة الرائع طلال مداح العريقة والشامخة بشموخ هذه الأرض وفرسانها الذين لا تستوعبهم المؤلفات؟ وأنا شاكر ومقدر للتلفزيون استضافة طلال بعد هذه الغيبة لأنه حاضر دائما في الوجدان وفي الإحساس. تحياتي لك يا مزيد، ولا أنسى الأخ يحيى أيضا لما لوجوده أيضا من نوع من التوازن التاريخي في الموضوع. وأشكر أبو عبد الله اللي أسعدنا خلال كل هذه السنين الطويلة بتواصل الرائع، وأشكر التلفزيون على هاللفتة. شكرا لك، شكرا أخ محمد على اتصالك ومشاركتك معنا. شكرا محمد. العفو يا سيدي، مع السلامة وتحياتي لكل المستمعين. يا هلا. تساؤل الأستاذ أو الزميل محمد عابس كان عن من سيقوم بتأليف عن حياتك الفنية. والله بس من غير مسألني، لأن أنا زي ما قلت معروف وزي ما هو معروف عني إن أنا نسائي. إيه، إنه من خلال ما قدم من أعمال، من خلال التجعل يعني ذكريات بعض الناس أو تذكر بعض الناس بعض المواقف، ممكن إنه هو يألف هذا الكتاب، ما في مانع. بس إنما يسألني خرب بطلون المسائل كلها. هو طلب أيضا تعليق من زميلي يحيى. والله ما في شك يعني تجربة الأستاذ طلال مداح جديرة بأنه توثق، لأنه طلال يعتبر مرجعية في الفن السعودي بكل تجاربه بكل خطواته اللي قدمها عبر مراحل مشواره الفني المتعددة. إذا كلفني طلال مداح شخصيا أنا أتشرف طبعا، هذه مهمة أعتبرها تشريف قبل أن تكون تكليف. إذا طلب طلال مداح شخصيا ذلك مني فأنا على هبة الاستعداد للقيام بذلك في أي وقت هو يريد، لكن من يريد أن يجتهد فالأستاذ هو المسؤول وهو المخول الوحيد بإعطاء الصلاحيات لمن يقوم بهذا العمل وتدوينه. عموما ما دام الحديث يدور حول توثيق مسيرة الأستاذ طلال مداح،
الزميل عوض القحطاني ايضا قام بجهود جباره في انه جمع اشياء كثيره. عفوا خلينا في دي يمدخل دحين الجلسه حقتنا دي اللي احنا مسجلينه والاغاني دي اللي حطيتوها دي من اول ما بدانا لنا يعني اكثر من كده توثيق. ايش في باقي؟ ايش اللي باقي يعني؟ هذا جزء من كل ده. هذا جزء من كل فعلا يا ابو عبد الله. هذا جزء من كل. انت رصيدك فوق 1000 اغنيه وما عرض لا يتجاوز عشر اغاني. نعم. عموما خلونا نتابع هذه اللقطات عن حياة أبو عبد الله الفنية ثم نعود لمتابعة الحديث. وكمان في لقطات فنية. وبدأ طلال مداح يسجل أعماله للإذاعة ويشارك في الحفلات وابتز من كان معه ولا زال يفعل. وقد تعرف طلال مداح على عدد كبير من المثقفين وكتاب الكلمة فانتقى أجمل الكلمات وقدم أجمل الألحان، وكان من ضمن من غنى لهم الأمير عبد الله الفيصل، وغنى للأستاذ إبراهيم خفاجي ومحمد طلعت وأحمد صادق وصالح جلال، وغنى أيضا لثريا جابل وسعيد الهندي، وغنى أيضا من كلمات رفيق دربه لطفي زيني، واستمر به حتى بدأ الشعراء يتهافتون على طلال مداح طلبا لغناء كلماتهم، وقدم ألحانا متفرقة لعمر كدرس، ومن ثم لحن لنفسه أجمل الألحان. وبدأ طلال مداح يصبح ملء الآذان. انطلق من هنا إلى لبنان، وهناك كان يسجل أغنياته من خلال شركات التوزيع التي تهافتت عليه. وفي لبنان قدم أجمل الألحان وقدم أجمل الكلمات، وقام أيضا بإحياء العديد من الحفلات التي لاقت استحسانا كبيرا وتهافتا كبيرا من المستمعين الذين يحضرون تلك الحفلات ومن النقاد أيضا، وكتبت عنه الصحف من بدأ وإلى الآن. وبدأت أسطوانات طلال مداح تغزو البيوت ويستمع إليها كل من يتمنى أن يستمع لفن راق بأصول موسيقية وبأوركسترا تعزف وراء فنان طلع من المملكة العربية السعودية فأضاء الطريق لغيره ممن جاءوا ليصبحوا من خلال فن طلال مداح أيضا فنانين. حبك دلو تأثير تخفي أعماك بمهد الأيام تستقبل الباقي. حبك دلو تأثير تخفي أعماك بمهد الأيام تستقبل الباقي. من عطفك المبرور من صبري المغرور من عطفك المبرور صبري المغرور. لما جمالك جعل باقي متألم لما جمالك جعلني باقي متألم. واستمر طلال مداح يقدم أنغاما جميلة وبدأ في التعرف على الأوساط الفنية الخارجية، فاستقطبه بعض من الفنانين حيث لحن لعادل مأمون وفايزة أحمد وسميرة توفيق وهيام يونس ونزهة يونس، وفي الداخل عبد الله نجار وعباد الجوهر، وأيضا لحن لفنانين كثر وتبنى قاعدة شابة حملت لواء الأغنية، ومنهم عبد المجيد عبد الله وعلي عبد الكريم ومحمد عمر، شجعهم وقدم لهم كافة النصح ليصلوا بفنهم إلى ما وصلوا إليه الآن.
واستمر طلال مداح فتعرف على جهابذة الملحنين: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، محمد الموجي، محمد محسن، إبراهيم رافت. ولكنه احتفظ بذاته وأصالته في تقديم أغنيته. أحبك لو تكون هاجر ومهما هجر يحرمني، ومهما هجر يحرمني، راح امشي معاك للآخر. شكرا للزملاء الذين حقيقة يعني قاموا بتجميع هذه المادة، ونشكر أيضا على وجه الخصوص الزميل حسن التركي الذي قام بتسجيلها صوتا. لك تعليق أبو عبد الله على ما ورد في هذا الكلام؟ لا أبدا مالي، إنما أنا شاكر الأخ حسن على ما يعني قالوا عني، و وأسأل الله أن يجعلنا حسن الظن في هذا المعاني يعني، وهذا وعسى ما أكون ما قدمته يعني ضمن زملاء الكثر ما شاء الله تبارك الله مع أكثرهم، خصوصا هو كمان جاب سيرة بعض عتاة الأمة في في مجال الفن يعني. المستمعة ولاء أحمد المطوع من دولة الإمارات أرسلت بفاكس تقول: عزيزي أبو عبد الله، لماذا لا نجد أعمالك القديمة في الأسواق حاليا؟ لا، ما الحقيقة ما أقدر أجاوب على هذا السؤال، لأني ما أعرف إيش الأسباب أو الظروف في الدول دي اللي بتكلم عنها يعني. يعني بالنسبة احتمال إذا كان في حقوق يعني محافظة على حقوق الفنانين أو شيء يخص إعلامهم مثلا، أو يعني لازم يكون في أسباب اللي خلتها تسأل هذا السؤال. يجوز أنها بحثت عنها؟ أنا ما عندي خبر الحقيقة، ما عندي فكرة يعني. لكن هي موجودة يعني، ممكن احتمال زي ما هو هنا عندنا كمان موجودة أحيانا. في البعض بيتضرر لأنه أول كانوا يسمحوا للأغاني، وكنا نحن فالت لهم الحب على الغارب، كل واحد يسجل على مزاجه. فطبعا دحين بعد ما تقننت من خلال وزارة الإعلام المسائل ما صارت صالحهم يعني. فبيتضرروا منا بطبيعة الحال وبيشتكوا. تقول أيضا: إلى أي حد أنت سعيد بالوسط الفني الحالي؟ على مدى سعادتهم هم كمتلقين وجمهور. ايه ان شاء الله. نعمل استراحة ابو عبد الله، نسمع كلام البارح ان شاء الله جزء منها طبعا. ايه اكيد. عارف ان انا شوهت له في شويه. الله يرحمه ويغفر له ان الله يعطيك العافيه. الاخ محمد سعد العسيري من ابها بعث بفاكس يقول: لماذا لا يتم تجديد الاغاني القديمه، واذا تعذر الفنان الكبير الاستاذ طلال مداح عن ذلك فهل يمانع في ان يغنيها واحد من المطربين الشباب؟ لا يعني مما يسعدني جدا يعني انه هذا معناه يعني تواجدي انا في الساحه، اذا كان بعض الزملاء الشباب غنوا الاغاني اللي انا مثلا غنيتها بفترات زمنيه معينه، وطبعا هذا مما يسعدني مش مما يزعلني يعني. بس في حاجه مهمه هنا في الموضوع،
انه ما تكون الاغاني يعني ما تشتغل استغلال يتنافى مع رغبات الشركه بحكم التقنين الملكيه وما شابه ذلك في الامر. انما تغني في سهرات، تغني في لا جلسات. يقصد هو الاخ محمد انه تنزل كاشرف؟ لا، ما هو ملك الشركه، ما هي ملكي انا. اذا التنازل عنها يتم عن طريق الشركه. الشركه بطبعا. اما انت يعني على الفكره كفكره لا تمانع في ذلك؟ لا، انا ما عندي مانع بالعكس، ما يسعدني يعني. وممكن كمان يمكن يكون الفنانين انفسهم بيغنوها للشركه نفسها اللي انا بتعاون معها. طبعا هذا شيء طيب. معنا على الهاتف الزميل احمد سرور، محرر صحفي جيت الرياضيه. الو. الو، مساكم الله بالخير. هلا، مساك الله بالخير اخوي احمد. في البدايه احب اشكر التلفزيون على اتاحه الفرصه، و اشكرك اخ مزياد، واشكر الاخ عوض والمخرج القدير عدنان بعامر. ومساك الله بالخير ابو عبد الله. الله يمسك بالنور. الله بالخير ابو خالد. هلا والله وسهلا يا احمد. في البدايه اسمحوا لي بس بسرد مقدمه قصيره جدا ومتواضعه في حق القامه طلال مداح. ان هذه الليله فعلا هي احلى الليالي، فليلكم شمس وسوالف ليل مصحوبه بريح العطر، حيث لقاء القامة الكبيرة صوت الطرب الأول، ليس سعوديا بل عربيا. ففي هذه الليلة ما خبرت اللي يحب يشتهي النوم، حيث أن احتفالنا بقيثارة الشرق وصوت الأرض طلال مداح يجب أن تستمر وتستمر، فهو رمز، والرمز يجب أن يكرم ليس مرة كل عام بل كل يوم. فرحلة الرمز، الرمز طلال مداح الفنية، لم تكن مفروشة بالورود والزهور كما يتوقع البعض، فرحلة 40 عاما من الفن والإبداع والتألق كانت صعبة وشاقة، فقد تعب وعانى في سبيل خروج الأغنية السعودية نحو العربية واعتلاؤها مؤخرا على قمة الهرم الخليجي. فعطر طلال فضح ورد البساتين، رغم أنه تغنى للورد فكان الرد أكبر. طلال لا يتحلى بالطيبة والتلقائية، بل هي التي تتحلى بطلال. في مداخلة بسيطة مع أبو عبد الله. تفضل أخوي أحمد. أبو عبد الله يسمعك. نعم. أبو عبد الله، سبق وغنيت جمرة غضا التي صاغ كلماتها مهندس الكلمة بدر بن عبد المحسن. وكان اللحن رائع جدا، وتسربت آنذاك وإلى الآن وهي تتسرب وعايشة في وجدان محبه طلال. لماذا لم يفكر طلال في إعادة مثل هذه الأغنية كما فكر أو كما نفذ فعلا عبد المجيد عبد الله بغناء أغنية تناسيني وأغنية مرت سنة التي شادا بهما مسبقا محمد عبده؟ أخوي أحمد، على اتصالك أخوي أحمد. معلش اخوي مزيد، برضو في مداخله اخرى، انه يعني خلينا نقول اغنيه مقادير غنتها ورده الجزائريه، وغنت انا اللبنانيه دريده رحمه، وسميره سعيد تغنت بالاغنيه الرائعه تصدق ولا احلف لك. يعني اعتقد انه شيء طبيعي ان طلال يغني نص رائع كجمره غضا لمهندس الكلمه بدر عبد المحسن، حتى لو بلحن مختلف خلاف اللحن الذي تغنى به فنان محمد عبده. هذا السؤال. والشق الآخر والأخير من السؤال، إلى متى طلال تنزف ألحانه لأصوات أعتقد أنها لا تمت الفن بصلة، وهي أصوات نشاز؟ يجب أن نحافظ على هذا الاسم الكبير الشامخ الذي لن يتكرر ولن يتكرر أبدا مع مرور السنين. وانا شاكر لكم هذه الفرصه، واتمنى. شكرا اخوي احمد على اتصالك. الله يعافيك. شكرا لك يا احمد. اولا والفكره المهمه بالنسبه للاغنيه دي اللي وقفها يعني عن المداوله او اني اسجلها للشركه، هو انه الامير بدر نفسه طلب مني ايقاف هذا العمل عشان اللغط اللي كان سائر من الصحافه في فتره ما طلعت، بحكم اني محمد عبده، اني انا ومحمد عبده عملوا منها يعني حكاية أزعرينة في الأغنية دي، هو غناها وأنا غنيتها وبدأوا عاد يعني يلعبوا على الحبلين على قول قاهلين في الموضوع. فطلب هو مني أني أنا أتوقف عن
إذاعة هذه الأغنية وعن يعني أو انتشارها على أساس إنه يعطيني بدالها أغاني تانية. طبعاً أنا غنيت بعدها مجموعة أغاني للأمير بدر، ولو إنه لسه دحين أنا منتظر منه حاجة يعني يرسل لي إياها، لأنه عندي أغنيتين للأمير محمد العبد الله بأشتغل فيهم، ومستنعات حقة الأمير بدر إن شاء الله لما يرسل لي إياها عشان كمان أكمل الألبوم الجديد اللي أنا بقد بسويه. إذا شاء الله. يقول في سؤاله الثاني أن تقدم ألحان لأصوات نشاط. ما حد طلب مني؟ لا أنت قدمت يعني. من زمان. إيه. من زمان قدمت. على حسب الطلب، هذا كلهم طلبوا مني أعمال معينة، أو ربما كمان بعضهم قدم لي الكلمات اللي هو نبغاني ألحن له إياها وما شابه ذلك. إنما دحين أنا ما عندي نصوص. ما عندي نصوص لي عشان أسوي شريطي. فمثلا أسوي لهم هم أغاني يعني. الأخ عمر المشرقي يقول الفنان الكبير أستاذ طلال مداح شارك العديد من الفنانين السعوديين في تقديم أوبريتات مهرجان الجنادرية الذي يقام في كل عام، هل أنت مع تعدد الأصوات في هذا الأوبريت؟ والله هي مشاركة طيبة طبعا من الزملاء اللي شاركوا كلهم في خصوصا الجنادرية الأخيرة، يعني 7 أصوات كانت من الفنانين السعوديين. وفي فكرة غير كده عند يمكن طويل العمر على أساس أنه يكون هذا كلام دحين أنا بقوله، هو الحقيقة هو لسه ما سمح بانتشاره، يعني دول الخليج هي اللي حتشارك إن شاء الله في السنة الجاية بالنسبة لأعمال الجنادريات، وكل بلد بملحنها وشعره اللي يخص الدولة نفسها. هذا نشر عندنا في انه سمو ولي العهد وافق، قد يكون انا ما ادري، هو مو مسوي لي، انا سمعتها من الامير متعب انه وافق على انه يكون الاوبريت القادم يشارك فيه. هو فترة ما قال لنا ما كان فيه مفهوم موافقة، انما كانت فكرة عايز يطرقها يعني. فيمكن عاد وفق عليها بعد كده بعد الطرح، الله اعلم. الا اقول الاخ قابس اليامي من نجران يقول لدي سؤال واحد فقط، وأرجو من الفنان الكبير أستاذ طلال مداح أن يجاوب عليه بصراحة، ما هي أقرب أغنية إلى قلبك الكبير؟ إلا أكون بلحنها في وقت ما تلحينها يعني. الجديد يعني أحدث شيء. إيوة اللي بكون بشتغل فيها يعني. طيب وش اللي جالس أنت تشتغل فيها دحين؟ أنا جالس بفكر في الرغي حق أنا للمرغي. لا بلحن أغنية أبو خالد، بس مداخلة بسيطة. أستاذ طلال مداح من شوي غنى لنا أغنية من ألحان أستاذ فوزي محسون، والأستاذ طلال يرتبط بعلاقة تكاد تكون مميزة مع فوزي محسون على مستوى الوسط الغنائي السعودي، لا توجد علاقة مثل هذه العلاقة. وفيه تواصل فني وعلائقي بين طلال وفوزي محسون. ريت بس أبو عبد الله كده تدينا فكرة عن ارتباطك بفوزي محسون، هذا العبقري العظيم في فنه. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. يعني هذا كان طبعا باعتباره هو ساكن في جده، وانا جيت نزلت في جده وسكنت في جده في الفتره، وفي الفتره كنا نتواجد مع بعض انا وياه في الحفلات خاصه او في حفلات عامه او في حفلات التلفزيون احيانا، أو في الزيارات لبعض الحين يزورني أو حين أزوره، لأنه كان بيني وبينه مودة صداقة يعني غير الفنية يعني غير إيش العلاقة الفنية اللي بيني وبينه، كان بيني وبين شخص يعني صداقة شخصية. فأول عرض علي منه في خلال فترة هذيك مجموعة من الحان غنيت له إياها بطبيعة الحال، وكنت أغني أغانيه هو نفسه اللي بيغنيها يعني في السهرات الخاصة وفي العامة اللي أكون مشترك فيها، من أغانيه الخاصة اللي هو مسويها ملحنها لنفسه. أغاني عبد الله كنت أغني له إياها أحيانا، أغاني فوزي محسون. أي نعم، رحمة الله عليك. الله يرحمه. معنى مشاركة هاتفية من الزميل حسن التوفي. ألو حسن. مساء الخير أستاذ مزيد. مساك الله بالخير أخوي حسن. الحقيقة يعني حقيقة دون المملكة العربية السعودية امتعنا الليلة بهذه السهرة الجميلة مع قمة ومع أستاذ يعني تجمع الآراء على أن الكل يحب طلال مداح، حتى الذين لم يستمعوا لغنائه إلا أنهم يعجبون بشخصية مميزة كطلال مداح.
ليس فقط طلال مداح الفنان والمغني والمطرب والملحن وإلى آخره، ولكن طلال مداح الشخص المتميز في داخله بقلب كبير وبعقلية متفتحة. وطلال لا يظهر لنا إلا بعض الجوانب في شخصيته، لأنه الذي يعرف طلال مداح عن قرب يحب هذه الشخصية لاتساع ذهنه. وأنا كثيرا ما يعني بقول إنه طلال من المتسامحين جدا، الذين يعني بيسمعوا الكلمة وكأنهم لا يسمعوها، ويرضي الكل بطريقة دبلوماسية. فهو لو لم يكن فنان لكان دبلوماسي، يعني كان يمكن في السلك الدبلوماسي يكون أجمل. على أي حال، أنا الحقيقة عندي بعض مداخلات بسيطة، لأنه يعني شهادتي في أبو عبد الله قد تكون مجروحة. أنا أرى أن التراث وجمع الفن القديم سواء الحجازي أو السامري أو في المناطق المملكة هي مسؤولية الجهات المسؤولة. مثلا جمعية الثقافة والفنون كان يجب أن تدعم الفنانين لحفظ هذا التراث. سنين وسائل الإعلام أعتقد أن عليها دور، وتلفزيون المملكة الحقيقة ما قصر في شيء، يعني وسائل الإعلام السعودية يشهد لها بهذا الجانب، يعني في حفظ الجوانب الفنية للفنانين، لكنهم يحتاجون إلى تسجيل هذا التراث لأنه عمل ضخم الفنان لا يتحمله فقط لوحده. فياريت يكون في دعم مادي للفنانين من أمثال الفنان طلال مداح، الأستاذ طارق عبد الحكيم، الأستاذ محمد العماري اللي كتب للأطفال قبل شوي، الأستاذ سراج عمر، الأستاذ محمد عبده، وهكذا. سنين أنا أتصور أنه أقدر من يكتب عن طلال مداح هو طلال مداح نفسه، هو الذي يستطيع أن يكتب عن نفسه. لكن طلال بيجامل، بيقول أيوة يا فلان معلش يلا أكتب عني وأنت أكتب عني وهكذا. لكن طلال هو القادر الأول والأخير عن الكتابة عن نفسه. أستاذ مزيد، صحيح، وهذه نقطة مهمة. سنين أنا أعتقد أنه كل الفنانين معجبين بشخصية طلال مداح، ولذلك اختفوا الأثر. وكان من الأولى مثلا يعني أنه يعني نقول في هالسهرة الجميلة، ولا أطول على لأنه أنا تحدثت عن طلال مداح أطول وهو عارف هذا الكلام. أقول يعني أنه أبو عبد الله يعني مغامر جيد، فدخل السينما وقدم للتلفزيون وكتب التمثيلية التلفزيونية، وطوال هذا المشوار هناك من يعني يستطيع الكتابة عنه، وهو هو نفسه، هو نفسه الذي يستطيع الكتابة عن نفسه. أنا لا أرشح أي كاتب إلى الآن حتى وإن أخذ موافقة من طلال مداح للكتابة عن طلال مداح، حتى أنا ما يعني لا أصل إلى مستوى الكتابة عن طلال مداح، وفي غيري أقدر، لأنه العملية ما هي سهلة في نظري. أنا أعتقد أنه طلال قمة وهرم يمثل هذه البلاد الطيبة، انطلق بالأغنية من القديم أوصلها فأصبحنا نسمعها من إذاعات العالم. ولذلك من الصعوبة أن يتناول أي شخص بالكتابة. وشكرا جزيلا، وأمني أبو عبد الله لك بمزيد من التوفيق، والقادم أحلى. سهرة الليلة الحقيقة تحتاج منك إلى تحتاج من المشاهدين يعني إلى أن يقدموا لك دائما الأوسمة ويشكروا ويتمنوا لك التوفيق. الله يجعلنا يحيى إن شاء الله. ولك يا أستاذ مزيد وللطاقم الجميل اللي خلف الكواليس، ولا أنسى الأستاذ خالد أبو منذر أيضا، والأستاذ عدنان بعامر المخرج، وكافة الزملاء. الله يحيى. شكرا أخي حسن على اتصالك ومشاركتك. تعليقك على كلام الزميل حسن يا أبو، هو يطالب بأن يقول طلال مداح هو الوحيد الذي يستطيع أن يكتب عن نفسه. أنا أيام ما كنت في الطائف كنت بدي أصير شاعر، وصنفت لي يوم أني أنا أكتب شعر، وكتبت محاولة يعني، والحمد لله أنها ما تكررت يعني مرة واحدة وخلاص، مرة إنها ما تكررت مني بالذات. إيه يعني كويس اني اتجهت بعدها اتجاه فني اخر اللي هو التغني والغناء وال وثانيا انا في الكتابه ملول، امل بسرعه في اثناء الكتابه، فمو معقول اني اقدر يعني اكتب مواضيع حياه عشتها او ذكريات انا عشتها في حياتي في وتدونها يعني.
لو كان هذا ممكن يحصل لو كنت أنا من الجماعة اللي يكتب يوميات مثلا يحتفظ فيها من بدري كان ممكن إنما عشان أجي أكتبها من الأول وخصوصا النسائي كمان هذا المهم إن أنا بأنسى أحداث كثيرة مو أحداث كثيرة أنا بأنسى إيش اتعشت البارح يعني حالة النسيان دي معايا يعني هذه ليست مهمة الفنان إنه هو يوثق مشوار مع تقديري للأخ حسن التركي يعني أنا لا أميل إلى ما يقوله يعني الأستاذ أكيد هو عنده وجهة نظر في أنه قد يكلف من يراه يعني بالتدوين هذه الأشياء اللي حدثت على مر هذا المشوار وعن طريقه هو يكون يعني هو بمساعدة بس يكلف أنه يا فلان أو يا المؤسسة الفلانية برجاء ما هو أنا في لكن هو يدون عطاءاته وإنجازاته ويسوى ما لها تصور مسألة ما صارت على مر التاريخ الفني يعني عبد الوهاب ما كتب تاريخه وآخرون يعني اتفضل أستاذ طلال ما هو أنا في مجال هذا كلمة تكليف عندنا في المجال الفني معناها صح؟ إيه؟ وأنا ما عندي استعداد لأنه ما عنديش هذا معنى التكليف اللي أنا أعرف في المجال الفني يعني الله يعطيك العافية عموما الزملاء أيضا مجمعين لنا بعض الأغاني ولو ان فيه فاكس وصلني من احد الاخوة المشاهدين انا بقرا بعد ما نسمع هذه المجموعة ساقرا ماذا قال هذا المشاهد عموما اعزائي المشاهدين نشاهد هذه المقاطع ثم نعود اليه ويصير وما يصير جتي ما عند في الحياة يلي ذقت الحب في مرة لا تبين يوم شعور اللي سرت جوا قلبك حتى تستفى يلي ذقت الحب في مرة لا تبين يوم شعور اللي سرت جوا قلبك حتى تستفى عموما اعزائي المشاهدين هذه بعض من الروائع التي قدمها الفنان الكبير الاستاذ طلال مداح والفاكس اللي وصلني من عاشق طلال رمز باسمه بعاشق طلال يقول سؤال لماذا يتذمر الفنان القدير من الغناء
عبر البرنامج بمصاحبة العود، فالناس شغوفة بسماعه وهو يشنف أذانها بأصابعه الغارقة في الشجن، ثم إن صوت أبو عبد الله أصبح أكثر شجنا وعذوبة، فنرجو ألا يبخل علينا هذه الليلة على الأقل ليعوضنا بدلا يعني من 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 كثر الأسئلة والكلام. ماذا تقول أبو عبد الله وماذا ترد عليه؟ ونبغى نسمع شيء نرضي فيه والله. أولا شكرا على الشعور الطيب هذا وأرجو اللي بنقدمه يعني يكون عاجبه، وفيه أغنية قديمة الحقيقة ماذا هتعجب ولا ما هتعجب، إنما حغنيها على كل حال. أبو عبد الله يعني أنا ودي أنه تتوقع على الأقل شوي بتقاسيم العود، وأنا أعلم أنك أنت من فرصت بالضبط، أعطينا شوي من رصدك يا طلال. على شاطئ الوادي نظرت حمامة، على شاطئ نظرت حمامة، أطالت عليها حسرتي وذهنت الهموم، أطالت عليها حسرتي وذهنت العافيه. هذا فاكس وصلنا من الاخ عبد الله الثقفي، هو من الطائف. يقول استاذ طلال بدا مشوارك الفني من الطائف وترعرعت في هذه المدينه، فلماذا تناسيتها؟ وايضا لماذا لا ترد الجميل لهذه المدينه باحياء حفلات فنيه في الصيف في الطائف؟ لا، موضوع الحفلات هذا مو بيدي انا، انما بالنسبه يعني كان ممكن زي ما صارت حفلات الباحه ممكن تصير حفلات في ابها، بس هذه مسائل زي اللي سووا الحفلات في ابها وفي الباحه. مفترض انه احنا طيب نسوي زيها يعني. ممكن لجنه التنشيط السياحي، اي اللي هو لجنه التنشيط السياحي او شيء من هالقبيل، يعني انا ماني فاهم كيف بالضبط صارت الحفلات هذه، انما يتهيألي هو ذا الكلام الموضوع اللي انت قلت عليه. وحفلات جده، شوف التنشيط السياحي في جدة يعني كيف في أيام الصيف يعني. إذا أنت يعني تدعوهم، وفيما لو وجهت الدعوة لك هل ستقبل؟ والله على دحين أنا على أكبر المجموعة سنا، فعلى حسب الحال الصحي يعني. إذا كان صحتي طيبة طلعت الطائف وسويت الحفلات، وإذا كان صحتي يعني فالمعذرة منهم يعني. هو يقول لك رد الجميل لها يعني بما انك ترعرعت فيها يعني. ما نختلف وهذا حق واجب، ربنا يعطيك الصحه والعافيه وترد لهم الجميل. الله يعافيك. معنا مكالمه هاتفيه من الاخ الزميل علي فقندش المسؤول عن الصفحه الفنيه في صحيفه عكاظ. اخ علي مساك الله بالخير. مساك بالربا، اهلين. اهلا وسهلا.
كيف حالك؟ الله يسلمك تمام الحمد لله اليوم بخير ان شاء الله. عبد الله وابو عبد الله منور الدنيا كلها يعني ما يحتاج ما في شيء. الله يخليك وينور عليك يا حبيب. الله يخليك تسلم. انا سعدت جدا بمكالمه الكنترول عندكم لاني للاسف انه ما بشوف البرنامج لان انا في الكونتيننتال جدا هنا مع ضيوف احبتك برضه ابو عبد الله. والنعم بالجميع. انا الاستاذ محمد الكواري طبعا كان معك امس وكذا وفي الاستاذ المنتج محمد عبد العزيز اللي هو شقيق الفنان النجم دلال عبد العزيز ومعنا مجموعه من الضيوف هنا اللي كانوا في الجنادريه ووصلوا جدا علشان العمره. ولو قلت يعني يكفي انه عبد الله يكون على الشاشه اليوم يعني علشان يطل بشاع وكذا ويقول للناس انا هنا يعني بعد الجمال اللي حصل في الجنادريه. ماشي الله يخليك. الله يبارك فيك. شكرا اخوي على العرض. ذكرتونا برضه علشان نتكلم معاكم يعني على الهواء. كيف محل؟ ايش قلت؟ الو؟ علي ما اسمع. ايش قلت؟ اقول جميل انه افتكرتونا عشان نصوم معاكم الهواء نقول لك مبروك يعني على هذا الجمال. الله يبارك فيك، يبارك لك على نجاح حفلة الجمال. انت بتبارك له ولا بتبارك له؟ لا ابارك لانه نحن كلنا المجموعة اللي نعرفه يسعدوك اليوم ابو عبد الله على الهواء. الله يحفظك الله يحفظك شكرا هذا من طيبك يا طيب. شكرا يا اخوي علي. شكرا على مداخلتك ومشاركتك معنا. الأخ محمد ناصر التونسي أرسل بفاكس يقول سؤالي لأبو عبد الله، أنت فنان أصيل وقد عرفنا أنك ستغني أغنيات لعبد الله محمد وفوزي محسون رحمة الله عليهم، متى سيكون هذا الشيء؟ لا أنا ما قلت كلام زي كذا، مثل ما علمت أنا كلام زي كذا. يعني أنت ما عبد الله محمد إلا غنيت لي إياه في السابق. صحيح انه كان عنده الله يرحمه ايام ما كنت انا في عند المينا ايام ما كان جاء هنا اداني 3 ألحان استطاعت وببحث عنها ماني محصلها. سمعت من بعض الاخوان انه هي موجوده عند ام العيال المجموعه من الالحان هذه ولكن الحقيقه ما وصلتني لانه مو معقول كمان اروح لام العيال اقول لها شوف فين الحان عبد الله محمد لان انا ما ورثته يعني. انما يعني هو يجوز انه يعني نما الى علمي انه هذا الشيء راح يكون ربما قراها او في صحيفه أو احتمال لكن هو ما حصل موضوع زي كده ولا كان نفذته يعني. مو معقول على قول هو شيء من زمان يعني عبد الله محمد يعتبر من المطربين زمان اي اكيد وكان بالنسبه للاخ الثاني اسمه ايش فوزي محسون فوزي محسون فهذه من اغاني زمان يعني اللي كانت من قبل هو يمكن يقصد انك حتجدد بعض الاعمال لهم وتنزلها يعني في اعمال جديده لا لان انا سمعت انه اولاد فوزي كانوا منعوا انه اغاني حتى تنبث من الاذاعه بحكم انهم هم اولاده يعني فباخذ الحقوق دي في الحاله دي من مين؟ اذا كان هم مانعين معناها ما في يعني معنا اتصال هاتفي الو ايوه هلا السلام عليكم وعليكم السلام مساك الله بالخير يا اخ مجد مساك الله بالخير اهلا وسهلا معك عبد الله بكرما من الرياض حياك الله اخوي عبد الله كيف حالكم طيبين الحمد لله والله ابو عبد الله ليله مأنسنا ومنورنا بنوره الطيب هذا وما شاء الله تعالى يديه الصحه والعافيه يا رب اللهم امين شكرا يا حبيبي ابو عبد الله بصراحه يعني قمه الغنى في الجزيره العربيه ككل الله ولا يمكن ابدا انه هذا الانسان ما يحضر حفله الا ويسعد الجميع الله يخليك احنا بصراحه سعدنا جدا الله يجعلنا جميعا يا حبيبي النادريه وفي نفس الوقت نتمنى يعني على ابو عبد الله ان يسعدنا دائما بمثل هذه الاغاني ومثل هذه الاشياء اللي تسعدنا وبعدين ابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يديه الصحه والعافيه رجل شباب دائما يقول انه لا تنغش الناس الذي ترى انا عمري يا ابو عبد الله وعاصرت اغانيك من بدايتك الله يخليك اسمعها ولا ازال الى الان اطرب لها الله يخليك الاغنيه العظيمه الجميله مقادير اللي غنوها فطاحل المطربين لو الان يسمح الواحد يقول كانه لسه اتلحنت قبل اسبوع او قبل شهر نفس الشيء كل اغانيك ما شاء الله وكل مشاركاتك فنتمنى دائما ان تسعدنا وان يطل وجهك ونورك الطيب علينا هذا اخوي عبد الله والله اكثر من ساعه او ساعه ونص ماسك التليفون وما بتكلم معي اخوي عبد الله عندما استلمت التليفون يا اخ عبد الله
وش رايك طال عمرك تطلب من الاستاذ طلال يعطينا مقطع؟ اي والله لحظه لو سمحت، ابغى بس انا في عندي ملحوظه واحده واقدم شكري طبعا للاخ ابو عبد الله للاستاذ الكبير هذا ولاستاذنا الكبير المخرج عدنان باعمر ولك انت يا اخ مجد السبيعي الله يبارك فيك. على كل حال احنا نتمنى على ابو عبد الله ان يقدم لنا مشاركه مثل مشاركه ابو اصيل اللي هي مثلا تجمع القديم والجديد مثل مشوار الاحبه مثلا. ابو عبد الله لا يمكن ابدا ان يعلى عليه زي ما يقولوا، فاحنا يعني سعداء بالحان وبغاني بكل حاجه. الله يبارك فيك كبير هذا. شكرا يا اخ عبد الله. اتمنى انه يكون مثل مشوار الاحبه لابو عبد الله. في نفس الوقت عندي خبر هنا مهم برضه، والله احنا احزننا الخبر اللي في اول الاسبوع بوفاه الشاعر المحضار. نتمنى انه الاستاذ طلال يسعدنا بشيء من اغاني او مثلا من اشعار من الحان وكلمات الشاعر المحضار، لانه في صوره في الشرق الاوسط جمعت بينه وبين المحضار. عموما اخوي عبد الله يبدو ان الصوت يقطع، نحن اسفين انه صوتك بطئ يقطع، يعني ما سمعت انتم كلام الخير، انا ما كنت اسمعه صراحه. لا يقول هو كان بالنسبه اللي سمعني اساسا محضار رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، انه ايش اذا كان في انا شيء جديد بدي اقدمه من اعمال. طيب فاحتمال مستقبلا ان شاء الله اذا كان بس يعني تعرفت او تجتمعت مع بعض يعني ابناء هذا عشان اقدر اخذ منهم من نصوص ابوهم يعني اذا سمحوا لي بيها يعني، فان شاء الله هو الحانه اللي لحنها هو طبعا لابد انه يكون عندهم شيء منها يعني بالتاكيد. نعم. او انه يكون ما يعني مو معقول يكون واحد مغني من المغنيين يكون غنى لحن اقول اجيهم اجي اخذه عليه واغنيه، طبيعه الحال يصير كذا يعني. عموما ان شاء الله نتمنى ان يكون ذلك ويتم الاتصال على اساس يعني إذا شاء الله. إن شاء الله. عموما لدينا أيضا مقاطع الأخ عوض يعني مجمعها من بعض أغاني للفنان كبير طلال مداح، نشاهد. بينا واحد في صفه وعطرت النقيبه، بينا واحد في صفه وعطرت النقيبه، بينا واحد في نكهه للمحبه وحبيبه، بينا واحد في نكهه للمحبه وحبيبه، واعتقد بينا واحد ما يستني، غربتنا غربة الليل يبحث عن الهدوء، ودمعتنا سر الليل تجدد الهدوء، غربتنا غربة الليل يبحث عن الهدوء، ودمعتنا سر الليل تجدد الهدوء. الولع غنى تذكرتك وغنيتك أنا يا خلت شاعري، تذكرتك وغنيتك أنا يا خلت شاعري، جمع مالي من الدور وأنا ضاع الأمل، جمع مالي من الدور وأنا ضاع الأمل. لا ما فهمت لا ما دريت لا ما عرفت إنك دريت، لما فهمت لا ما دريت لما عرفت إنك دريت، كل المعاني الغالية في ناظري في داخلي، كل المعاني الغالية في ناظري في داخلي، في كل كلمة قلتها في كل لهفة شفتها، في كل كلمة قلتها في كل لهفة شفتها،
حتى عيونك لاهية حتى رموشك ساهية حتى عيونك لاهية حتى رموشك ساهية حبيب الغبي ما ينسى الأعضاء كل ولدي داعم الأرض أعزائي المشاهدين، الحقيقة يعني أنا أقولها وبكل أسف انتهى الوقت المخصص لنا في حلقة هذه الليلة من برنامج أحلى الليالي، وأنا متأكد ومتأكد فعلا 100% بأنه لم نلم بجميع جوانب فناننا الكبير الأستاذ طلال مداح، لكن احنا طمعانين أكثر وفي كرم أبو عبد الله أكثر إن شاء الله في أنه يخصص لنا لقاء آخر يكون في ضيف على برنامج أحلى الليالي لنستمتع بتواجده معنا نحن والإخوة المشاهدين إذا الله أراد إن شاء الله، وأعطاك الصحة والعافية إن شاء الله يا أبو عبد الله. الله يخليك. عموما أعزائي المشاهدين، إحنا في ختام هذا اللقاء الطيب نتقدم بالشكر الجزيل إلى فناننا الكبير قيثارة الشرق الأستاذ الفنان طلال مداح على تواجده معنا في استوديو برنامج أحلى الليالي. شكرا لك أبو عبد الله. شكرا لك. الحقيقة كنا سعداء بتواجدك معنا وأتحفتنا يعني بكل شيء. الله يخليك، وأنا أسعد الحقيقة، وأتمنى إنه يعني يكون مقابل يعني ما أستاء منا الجمهور وما تقلنا عليهم باعتبار إنه ما شاء الله الحين صارت الساعة 2 بالليل يعني ما طولنا عليهم. وايضا الشكر موصول لزميلنا الاعلامي يحيى مفرح، شكرا لك ابو خالد على تواجدك معنا. واعزائي المشاهدين، بقي ان نقول لكم نلقاكم على خير ونلقاكم ان شاء الله في لقاءات اخرى جديده ومتجدده من برنامج احلى الليالي. شكرا لكم والى اللقاء. ومتعبني